السلام عليكم شباب، إن شاء الله الكل يكون بخير. بداية هاي المحاضرة يعني حتكون بداية للكورس، لأن يعني إحنا العام هم بلشنا as a taking history، مع العلم أنا أخذتكم قبلها hospital guidelines. لذلك حرجع أعرف عن نفسي، ويا ريت شوية تشاركون بهاي المحاضرة لأن ممكن تصير شوية مملة، ما أقول طويلة بس شوية مملة. اي احد يقدر يفتح المايك يسولف يناقش، كلش حيكون افضل حتى نخلص اسرع وشوية يخف الملل بيها، يعني مقارنة بالاكزامينيشن انا اشوفها احلى. بس مو مشكلة، ان شاء الله نشوف تفاصيلها، تطلعون عليها، ونفتح وراها التشيك ليست ونشوف شلون ناخذ شلون نسحب معلومات من البيشنت، كلها نحاول نغطيها بهالمحاضرة. فبداية خاف احد جديد انضم لنا، اسمي أحمد ثامر، أني طب عام وياكم باللمبار مرحلة خامسة. بلشت هذا الكورس حتى الغاية من عنده، بس حتى أشارك تجربتي من الناحية العملية وأي شيء ثاني من تجاربي من النظري، يعني ما أشرح نظري بس يعني أي شيء ممكن يفيدكم أنا أشاركه وياكم. بلشنا العام تقريبا بهيش وقت، شرحنا هيستوري، شرحنا جنرال إكزام، كملنا الحمد لله، كوم طلاب استفادوا، فرحوني بهالشي. إن شاء الله هالسنة يكون أفضل، أشوف نتيجة من عندكم بعد أكثر. أنا استفاد همينة من عندكم لأنه وايد أراجع معلومات ودا أشوف أمور جديدة ما شافت، يعني ما مرت عليها من قبل. مو شرط إحنا من نقرأ مادة ونخلص مرحلة إحنا مكمليها 100%، فضروري هالشي نرجع عليه. لذلك هاي المحاضرة حتكون مفيدة مو بس للمرحلة الثالثة كبداية لهم، حتى للمرحلة الرابعة، لأن هيستوري حياخذوه كنسائية كجراحة مستمر وياهم. فلازم نعرف هسه المرحلة الثالثة شنو هو الهيستوري وشنو أهميته. أنا هسه كطالب ثالثة رابعة خامسة سادسة، مقيم أقدم، مقيم دوري، أخصائي استشاري، من أجي حتى أوصل للدايغنوسيس لازم أمر بثلاث مراحل: taking history, examination and investigation. التيكينج هيستوري بوحده ثلاثة ارباع الدايجنوسيس، يعني هذا مش دليل يوضح لكم التيكينج هيستوري هو ايش قد مهم، مو بس معلومات تاخذها وتكتبها على ورق. والغايه من عنده ببساطه يعني حتى نعرفه تصير عندكم صوره عنه، انا جاي اخذ قصه المريض اللي اجى هستويته للمستشفى، بعدنا احنا ما نعرف هو شنو بي ما بي، أنا أجي أخذ قصته إيش صار عنده من أول ما بلشت الأعراض إلى حد هاي اللحظة، على مود لما يجي الأخصائي ويدخل المستشفى بدل ما تصير له هوسة ويا كل بيشنت ويرجع يسأل وياخذ من وقته، يجي يلقى الهستري جاهز أنت مرتبه صحيح ويمشي على أساسه. بعديها راح يسوي examination، يمشي ويا البيشنت investigations على أساس هاي المعلومات. ف لازم تستوعب انه التيكينج هيستوري بيه مسؤوليه، باشر عقبه لما تصير طبيب مقيم، الهيستوري مو بس حبر على ورق، لا مسؤوليه كبيره، اذا كتبت معلومه غلط، اذا سحبت معلومه غلط، هاي كلها انت توقع براسك. ف وياما وياما اصلا رحنا للمستشفى وشفنا الطبله بها كلام شيء والبيشنت هو شيء ثاني، يعني لا تستغربون، هواي ناس من ضبط الهيستوري، هواي ناس ما تعرف تسحب معلومات من البيشنت وتكتب الكلام الصحيح. زين. إلى حد الآن السلايد اللي تشوفوه خاف نفسه ذاك اليوم دا أحكي ويطلع ما دا يمشي، فإذا واحد يفتح المايك يحكي وياي. موجود السلايد. أوكي تمام. فبداية شباب لا تستغربون التيكينج هيستوري وحتى الجنرال إكزام كمرحلة ثالثة، حتشوفونه هواية طلاب ما منطين أهمية، وهواية طلاب حيكملون الثالثة وينجحون للرابعة وأصلا بس يوم الامتحان يقرون وعادي هم ينجحون، بس شنو الفائدة أني أكمل وأساس الطب السريري وبدايات عندي ضعيفة اللي هي على أساس أنا راح أبني باقي السيستمات والإكزامينيشن مالتها. فالهستري والجنرال إكزام اللي حتاخذوه بالمرحلة الثالثة كلش كلش مهمة، تاخذوها بالرابعة وبالخامسة ترجع بالسادسة، حتى بعدين لما أنت أخصائي يبقى وياك مستمر الهستري والجنرال إكزام، حتى وأنت بعيادتك لازم تاخذ هستري من البيشنت. فخلوا هالشي ببالكم، هو مو شيء صعب، بالعكس الهستري كلش سهل بس يحتاج واحد ممارسة، لأن إذا تركته فترة ورجعت النوب ويا البيشنت حتنسى شنو تسأله، حتنسى شلون تتفاعل وياه من هالباب. زين،
التيكينج هيستوري بمحتويات، اوكي راح نمر عليها. فثواني بالله ساجيكم لحظه. اوكي يعني كلش اعتذر، رحت دقيقه. زين ال contents of taking history تمام. احد من طلاب الرابعه يقدر يحكي لنا شنو اهم بارت بالهيستوري، شنو اللي يركزون عليه الدكاتره وشنو اللي احنا لازم نذب كل تركيزنا ويا المريض عليه؟ اي واحد من الرابعه يفتح المايك ويحكي ويانا حتى لا يصير ما نلبس انا يحكي. يلا شباب. انت اولنس منو انت يحكي وياي؟ ثواني يلا افتح المايك، ما سمعتك. present of illness. اوكي the present illness يعتبر اهم بارت، بعد اكو بارت ثاني هسه نجي عليه ونوضح لكم كل شيء بي. اريد بس الكلمات تظل ببالكم. ايه بالهستري شنو اهم بارتات عندنا؟ انتم كمرحله رابعه شنو عرفتوا؟ present illness، سيرجستي تمام، فشيف كومبلين، present illness، عاشت ايديكم تمام. ف تشوفون هسه هاي قدامكم خريطه، بس خلوها بالكم ما اريدكم تحفظون، هو ما بيحفظ ترى الهيستوري. فاول بارت هو الانترودكشن، من اسمه مقدمه دا اشوف معلومات البيشنت الشخصيه، اسمه عمره متزوج لو لا وين ساكن، اوكي هاي الانترودكشن. وراها نجي على التشيف كومبلين اللي هو السبب الرئيسي ليش اجى البيشنت المستشفى. طبعا دا احكي سريع هسه نجي عليهم واحده واحده عادي. وراها الهيستوري اوف بريزنت اونلس اللي هي القصه بالتفصيل من اول ما بلشت حالته الى حد هاي اللحظه. اهذني اول ثلاث بارتات شباب دائما بالترتيب، دائما نمشي عليها بهالسرعه. وين ما تروح باي دوله بالعالم باي مكان باي مستشفى باي كليه دائما بهذا الترتيب اول ثلاث نقاط. تبقى عاد البقيه عادي بكيفك، تي تاخذ الميديكال يلا تاخذ السيستم ريفيو، تي تاخذ اهذني كلها الهستريات مالت الباس ميديكال والفاميلي وترجع على السيستم ريفيو عادي. اكو دكاتره يحبون تبلش سيستم ريفيو وراها تكمل البقيه، اكو دكاتره يقول لك لا انطيني هذني وراها انطيني السيستم ريفيو، ما تفرق اصلا، ماكو اي فرق. اوكي؟ بس انا من باب انه السيستم ريفيو هي عباره عن اشوف الاعراض مال باقي السيستمات بالجسم. فاني اوريدي اخذت قصته للبيشنت، فعلى من هالباب يعني ارجع على السيستمات البقيه شيء يربط شيء. وراها عاد نروح على الباس ميديكال نشوف شنو أمراض السابقة بالسنين السابقة، عنده فد أمراض كانت، عنده أمراض مزمنة وهيجي. الدراج هيستوري شنو الأدوية اللي هو مستمر عليها واللي أخذها هاي الفترة، إذا عنده حساسية، إذا عنده مشاكل تجاه دواء معين. الباس سيرجيكال إذا عنده عمليات سابقة ماشي هو بيها، إذا صارت له مشاكل ويا عمليات سابقة. الفاميلي هيستوري إذا أحد بالعائلة عنده مرض مزمن، عنده مثلا امراض ممكن معديه، ممكن نخليها داخل الفاميلي هيستوري. اوكي والبيرسونال والسوشيال هيستوري اللي تعتبر يعني من تسالها تحسها تافهه بس هي كلش مهمه، نشوف اذا البيشنت يدخن، اذا يشرب كحول، اذا ببيتهم اكو حيوانات، اذا يشرب مي مفلتر وغيرها وغيرها. حنجي هسه عليها واحده واحده. زين شغلات لازم اخليها ببالي ولازم من هسه تعرفون انه هاي الخطوات هي عليها الدرجه، هاي الخطوات اهم من الهستري بنفسه كامتحان انتو كفاينل باطنيه مرحله ثالثه. هاي الخطوات اذا سويتوها لها درجه اكثر من الهستري بنفسه، خاصه اذا شافك الدكتور. اللي هي اني من اجي على بيشنت لازم اعرف على نفسي، سلم عليه واحكي له اني جاي شو اسوي. اوكي وراها اخذ اذن من عنده، تسمح لي اخذ من عندك معلومات؟ يجوز هو ما عاجبه هالشيء، يجوز هو تعبان. اوكي احاول انطي تراني مهتم بيك، تراني وياك، انا دا احكي وياك، فاي كونتاكت اباوع عليه. هاي ما تعتبر خطوه بس يعني شيء اضافي. والكويستشنز اللي استخدمها ويا البيشنت دائما تكون اوبن كويستشن. شنو اوبن كويستشن؟ يعني ما احاول ويا البيشنت لما اجي اساله اقول له عندك وجع راس لو لا، بطنك توجعك لو لا. يعني هو اكيد بالعاده الانسان بحاله ضعف راح يبقى يقول لك ايه، يحب اتنشن، يحب واحد يهتم بيه ويظل يساله. فغالبيه البيشنت راح يقول لك ايه حتى لو هي ما توجع بطنه. اوكي فاحنا ليش نقول استخدم اوبن كويستشن؟ يعني اقول له عندك مكان بجسمك يوجعك، بدل ما احدد له كل شويه على مود هو يقول لي اي والله عندي راسي مثلا، عندي بطني وظهري، بدل ما اخذ بارت بارت من الجسم
واقعد احكي له هذا يوجعك هذا يوجعك، هالشيء بالعاده حيكون غلط يعني. تمام، فنتجنب الكلوزد كويستشن هاي مالت اليس اور نو، ما اسئله اسئله بس حتى يقول لي اي او لا، لا اقول له احكي لي شنو يوجعك، احكي لي بعد شنو صار وياك، دائما اخلي هالشيء ببالي. متفقين؟ اوكي حاعتبركم قلتوا اوكي. زين الميديكال جارجون يعني هاي خاصه باول ايامكم كمرحله ثالثه، وخاصه اذا انت صار لك فتره ما ماخذ هيستوري، لما تيجي يا البيشنت تدري الهيستوري هو انجليزي والمصطلحات انجليزي بس انت قاعد تحكي يا بيشنت عربي، فمرات تقوم تخبط، تقوم تسال البيشنت عندك نوزيا عندك فوميتنج، يعني هاي كلش طبيعي راح تصير، فانت قدر الامكان حاول تنتبه على نفسك، احكي على كيفك حتى لا تفشل روحك مقابل البيشنت ولا تمر بهذه الحاله، ولو هي 99% راح تمرون بها يعني. اوكي زين، فهسه هاي الستبس شباب كلش مهمه، ركزتوا عليها اهم من الماده والله، حتى لما نروح الجنرال اكزام ترى هي نفسها نفس الاهميه. افتحوا المايك احكوا وياي، يا ريتكم تتفاعلون. يلا شباب، شباب بنات، انا اقول شباب ترى قصدي يعني ولد وبنات. اوكي تمام نكمل، احد الاواهس يفتح المايك. زين البيشنت حيدخلك بدوامه، يعني ايش قد ما انت زين ايش قد ما السيستم مالتك مرتب البيشنت راح يدخلك بدوامه. شلون يعني؟ مثلا حجي قاعد مقابلك طبيت عليه سلمت اخذت بيرميشن من عنده وبلشت تسال بي يا بحجي صار عندك وجيت للمستشفى والله ابني بطني وجعتني الظهريه وراها جو علينا خطار ورا هذول الخطار صار لي هواي مشايفهم ورحنا وياهم مدينة الألعاب وما أعرف إيش، يعني يحكي لك قصة طويلة يوديك يمنى ويسرى ويقف السؤال. أوكي فأنت لا تدخ وياه، لو تقعد تستمع له لو تقعد تركز بسالفته وهي عبارة عن قصة ما لها داعي بالجواب، تحاول تركز ويا البيشنت، لا عمو أنا أريدك ليش إجيت للمستشفى بالضبط، السبب اللي جابك للمستشفى شنو صار وراها، اي اي اوكي ادري عمو بس وراها شنو صار شنو وجعك. اوكي يعني هسه راح نعرف الاسئله اللي نسالها وليش نسالها مينا، بس نجي عليها. فهاي نقطه كلش مهمه، اذا وقعت بها وخاصه بالامتحان تلاص عليك، وخلي ببالك مرات البيشنت اصلا يكذب عليك، ف يعني المفروض اقولها من البدايه بس هسه من هسه نقولها، انه انا لازم اكسب البيشنت قبل لا ابلش اسئله، قبل لا ابلش ويا هيستوري احاول اكسبه. يعني شلون؟ ما اطب عليه unfriendly وكلش serious وشايف روحي عليه، لا لا على كيفك، صير mid friendly، لا كلش friendly ولا شوية friendly، mid، واكسبه كلام حلو ابتسامة قبل لا ابلش سواء history سواء general او examination اي examination كان. هالخطوة كلش مهمة، راح تختصر لكم وقت، حتضمن لكم درجة اعلى، ما حتخليكم تتخاربون ويا البيشنت، لان لما يجي الدكتور يسأل البيشنت احتمال الكلام يصير مختلف. اوكي يختلف عليك البيشنت عادي طبيعي كلش تصير، اكو اكوش نفسيات يعني. زين هسه نبلش باول بارت بالهيستوري اللي هو الانترودكشن، طبعا هو راح ناخذها بصوره نظريه هنا، وراها افتح لكم هاي التشيك ليست اللي هي راح تملون عليها المعلومات اللي تمشون عليها بالمستشفى. فهسه ما اريدكم تحفظون شباب الهيستوري ما بيحفظ، اريد بس تستوعبون هيك قصه براسكم تتخيلوها. اوكي وراح اقول لكم الاشياء المهمه والاشياء اللي مو شرط تسالها والاشياء اللي اصلا تسالها بس بحالات معينه. زين بالانترودكشن اول شيء النيم، لما اركز على شغله واحده بالنيم اللي دائما الطلاب ينسوها ما اعرف ليش، الاسم يكون ثلاثي والافضل اذا رباعي بعد احسن، دائما الاسم خليه ثلاثي دائما، ما يصير تخلي الاسم ثنائي. اوكي ليش؟ هوايا بيشنت، هواية أسماء متشابهة، هواية ريد هات، فجزء تصير معلومات متخربطة بين بيشنت وبيشنت، يصير اشتباه أسماء، فأنت تتحاسب على هالنقطة والدكتور يرزلك عليها، لازم الاسم يصير ثلاثي. أوكي وإذا رباعي قلت لكم بعد أحسن. أكيد العمر، إحنا ليش يفيدنا العمر؟ منو من المرحلة الرابعة يقدر يسألني؟ العلمكم ترى هاي الأسئلة هي راح تجيكم بالامتحان، يعني أنت قاعد بردها والدكتور يسألك هاي الأسئلة، إذا شوفك أنت فاهم ليش دا تسوي هالشي. احنا دائما اي موضوع ناخذه نعرف شنو هو ليش دنسوي والمن. اوكي فاحنا شنو دنسوي؟ ناخذ معلومات، ليش؟ احنا هسه بدنا نعرف ليش.
فده أسألكم الايج ليش تنسأل عليه شباب؟ ممكن المرحلة عنده الرابعة. أمراض مزمنة. أوكي، أمراض مزمنة بعد، نقطة مهمة. أوكي يلا شباب، حتى لو بالتعليقات اكتبوا لي صح أكو أمراض تتعلق بالفئة العمرية، لذلك احنا ليش نسأل على العمر؟ حتى أخليها شيء ببالي، عشت ايدكم بهالبساطة. بالامتحان تجيكم أسئلة بهالبساطة، لأن هو الدكتور بس مو بس راح يركز على إلقائك للهيستوري وعلى المعلومات إذا هي صحيحة أو لا، راح يسألك هاي يشوفك أنت فاهم ليش ده تسوي هيجي، شنو أنت روبوت بس تلزق وتعبر تيتون هيجي تصيرون يعني. تمام زين، الجندر أكيد ميل أور فيميل، يعني هالشي واضح أكيد من الاسم بس إحنا لازم نذكره. زين الأدرس وين ساكن، واحد مثلا الحجي اللي سألناه قال أنا من الرمادي، ما يصير أكتفي بس أكتب من الرمادي، رمادي بيها مناطق ريفية وبيها مناطق مع الحضر اللي هي المدينة. فلنفس السبب أنا ليش دا أسأل على الأدرس بالتحديد، أكو أمراض متعلقة بالريف، إذا هو ساكن بالريف أخلي ببالي أمراض متعلقة بالحيوانات، إذا هو بالحضر أخلي أماكن أو أمراض العفو متعلقة بالتلوث المدينة وأشياء ثانية. فالأدرس ما يصير بس أكتب اسم المدينة، أكتب السكن بالتحديد، هالشي كلش مهم، وإذا شافك الدكتور أنت مسوي لك أكيد بونس. زين المارشال ستيت اللي هو الحالة الزوجية، إذا هو متزوج أو لا أو هي متزوجة أو لا، وضيف عليها كم ولد أو كم بنية عندهم بهالبساطة، بس هيجي أكيد هذني كلهن مهمات. زين البلاد جروب، أغلب البيشنت ما راح يعرف البلاد جروب، حيقول لك ما أعرف، أكو قسم يعرفون مو مشكلة. فنقول لعمو شنو الصنف الدم مالتك، أو زائد خلاص أكتب أو زائد بهالبساطة. الأوكيوبيشن اللي هي الوظيفة، سواء كان عاطل عن العمل أو سواء كان دا يشتغل أو سواء هو طالب أو كان قبل يشتغل، هاي كلها إذا كانت موجودة أحكيها. فهو مثلا حاليا سائق تاكسي، قبل أكتب تاكسي درايفر مثلا بالأوكيوبيشن أركز وياه بالسؤال أكثر، أقول له زين عمو كنت تشتغل قبل؟ كنت فلاح؟ كنت تشتغل بمعمل؟ لأن هذني كلها تلعب دور في أمراض معينة، على مود لما يجي الأخصائي ويفتح الهيستوري، ها أوكي هذا العمو كان قبل بمعمل، جوز هذا المرض له علاقة بشغله القديم. هيجي. فأد ديتيلز وذ ذا أوكيوبيشن. وخاصة إذا أوكيوبيشن أنت تحسها إلها دور كبير بحالته، مثلا إذا يقول أنا والله أشتغل بمعمل الزجاج. زين أكتفي بس أحكي هيك؟ كم سنة صار له يشتغل بمعمل الزجاج؟ تمام؟ فأكتب factory كذا worker for like 10 years. هاي المهم يعني شغلات بسيطة بس حيل مهمة. زين نجي هسه على الدكتور أحمد سؤال بالله. تفضل. بالأوكيوبيشن هم هسه ايش قد مدة العمل مالته؟ يعني ممكن انه يضغط على نفسه أكثر بالعمل؟ والله يعني هاي اكسترا ديتيلز بصراحة ما يحتاج، لا يعني احنا كهستري ما يحتاج، لا. بس عاشت ايدك سؤال حلو بس للأمانة ما نحتاج نكتبه. زين ونقطة إضافية خارج المحاضرة صحوا لي أحمد لحد يقول لي دكتور. أوكي فأني طالب وياكم أنا زميلكم. زين الديت أوف أدميشن شباب، شوف والله قلت لكم المحاضرة شوية مملة بس ما يخالف وياي تحملوني شوية. الديت أوف أدميشن أنه هو إيش وقت دخل للمستشفى، أدميشن أوكي أدميشن دخول. فما أكتفي بس بأنه أكتب التاريخ، أكتب ويا الوقت أوكي، حتى خلي ببالي أو اللي يجي يقرأ الهيستوري خلي بباله ترى هذا البيشنت صار اليوم إجا، هو صار له فدة 3 ساعات من دخل المستشفى. فالأدميشن وياي شباب أكتب التاريخ وأكتب الوقت هالبساطة. زين date of taking history صراحة يعني مو بهذيك الأهمية، بس يعني أنت بكيفك، أنت الهيستوري مالتك شو وقت أخذته اليوم، أكتب التاريخ مال اليوم على مود من ترجع للهيستوري تشوف أنت بيا تاريخ أخذت المعلومات وسحبتها من البيشنت، يعني مو بذيك الأهمية بس أكيد أذكره. أوكي تبقى هاي السالفتين شباب، هذني المود أوف أرايفل والمود أوف ريفيرال، مو الكل يسأل بيها ولا دائما أنت تحتاج تسألها، وأصلا أكو تشيك ليستات ما بيها أصلا هاي الشغلتين. زين شو وقت أسألها العاد؟ المود أوف أرايفل يعني هو شلون إجا للمستشفى، إجا بإسعاف، إجا شايلينه شيل يعني قريب من المستشفى، جايبينه بسيارة، هاي شو وقت أسألها؟ أنا عن نفسي بس إذا كانت حالته يعني إلها علاقة بهالموضوع، يعني مثلا إذا هو جاي بإسعاف فأنا أخلي ببالي أنه هاي حالته طارئة، جايبيه بإسعاف، مو أغلب الحالات بالإسعاف هي حالات طارئة،
فوقتها اوكي عود خلي اكتب المود اوف ارايفل. فيعني هي شغله مو مهمه الا اذا كانت لها علاقه بشيء ثاني. اتمنى وصلت يعني، مو دائما تسالوها. اوكي اكو دكاتره يقول لك اصلا ليش تسالها، انا اكتبها بس اذا كان لها اهميه. زين المود اوف ريفرال كلش حلوه. مثلا جوز دكتور من عياده خارجيه محاوله، يعني قاعد بعياده قال له انت حجي لازم تروح للمستشفى الرمادي العام، هاك هاي ورقه تحويل روح لي للمستشفى. فهو منين تحول الحجي؟ تحول من البرايفت كلينيك، دزوه من عياده خارجيه للمستشفى، او احتمال من مستشفى ثانيه. غالبيه المرضى اللي راح تشوفوهم مستشفى الرمادي هم مرضى محاوليهم للغربيه، ماكو هناك دكاتره قليلين، مستشفى حديثه ومستشفى هيت وغيرها، فيحولوهم هنا للرمادي. فاني حتى اخلي ببالي انه هذا البيشنت اوكي يعني هو مستشفى الهيت مثلا سووا له فحوصات ومشوا وياه على هيستوري، فهالشيء بوقتها راح اذكره. لو ما اذكر الريفيرال اكيد اذكره. فهذني شغلتين مو دائما اكتبها بس اذا لها اهميه. متفقين؟ زين هيستوري از تيكينج فروم، مرات البيشنت تعبان، مرات البيشنت مغمى عليه، مرات البيشنت ما يقدر يحكي اصلا، مرات اخرس، فاكيد حتاخذ المعلومات منين؟ من امه او ابوه او اخته او اخوه او زميله اللي قاعد بصفه على السرير. فوقتها ايش راح اكتب؟ هيستوري از تيكينج فروم احد افراد العائله الخاص بالبيشنت. اوكي؟ ولا هي بالعاده حيكون الهيستوري منين؟ من البيشنت هو نفسه ويكون اضبط. زين انا ليش اكتب الهيستوري اخذته من قرايب البيشنت او من زميل البيشنت؟ شنو الغايه من هالموضوع؟ حد يقدر يجاوب؟ يلا جاوبوا حي الله، ترى هو مو سؤال علمي يعني. انت ليش اسال او ليش اكتبها اصلا؟ على مود الاكيورسي، الدقه يعني مثلا. بالضبط، حتى مثلا الاخصائي لما يشوف الهيستوري ها اوكي احتمال المعلومات ما تكون كلش دقيقه لان هاي ماخوذه من قرايب البيشنت. هيك نعم عشت لك. زين تبقى عاد الريليجن شباب، الريليجن يعني احنا بلد اسلامي اصلا، وخاصه هنا بالانبار يعني كلهم مسلمين، وين ما في يوم شفت واحد مسيحي هنا او شفت واحد يهودي. فهاي تفيد وين؟ بالاماكن اللي تكون متعدده الاديان شويه نفيد انه نذكر الدين. اوكي ولا هي بالعاده هنا من راح يجيك مسلم. اوكي فايضا نذكرها بس اذا كانت لها اهميه، ولا هي بالعاده معروفه. زين هسه البارت مال انترودكشن شباب، وضح ترى هو سهل كلش وبأسئلة دائما تجي، وعرفنا انه هو شنو؟ عباره عن مقدمه المعلومات البيشنت العامه. اوكي احد عنده سؤال عن الانترودكشن؟ ترى انا بس راح اطول بالحكي بالانترودكشن وبالشيف كومبلين وبالبريزنت اولنس، وراها الباقي البارتات على السريع نكملها يعني، لان هي مو بذيك الاهميه مقارنه بهذني. احد عنده سؤال عن الانترودكشن؟ 1 2 3 اوكي ماكو احد نبر. زين الشيف كومبلين من اسمه، هسه اذا تترجم كلمه شيف كومبلين يعني شنو؟ اللي اكثر سبب الرئيسي اللي دا يشكي من عنده البيشنت. اوكي chief complaint and its duration، لازم الديوريشن مالته نذكرها. فباختصار انا بهذا البارت من الهيستوري اكتب لو كلمه لو كلمتين، لا عبالكم شرح او شيء، لا كلمه او كلمتين، اللي هو بس السبب الرئيسي اللي خلاه يجي للمستشفى. مرات بيشنت يجي مثلا العمو، راح نضرب عليه مثال بكل موضوع، هذا العمو من اجى بطنه توجعه وذب على راسه ومسخن والدنيا مقلوبه عنده. زين هنا تشوف كومبلين شنو؟ سخونته لو وجع بطنه، انا دخلت اعتمد على شنو؟ اعتمد على كلام البيشنت. دائما بتشوف كومبلين اعتمد على كلام البيشنت. زين شلون ااكد هاي دقه الجواب مالته؟ اظل الح وياه، لان هو دائما الطلاب يخطئون بتشوف كومبلين دائما، ما اعرف ليش. شوي راد لك خلق البيشنت بهاي الموضوع. فعمو اوكي والله دريت انت سخنت ووجعتك بطنك وما اعرف ايش، بس شنو الشيء اللي صار وانت قلت لا ها هي لازم اروح المستشفى؟ اريد اعرف هذا الشيء اللي صار عندك وخلاك لازم تروح المستشفى. فيجوز هو بلشت عنده سخونه وما راح المستشفى، وجع راسه وما راح، لحد ما وجعته بطنه يلا قرر يروح. فهنا تشوف كومبلين شنو؟ الابدومينال بين، وجع البطن. وصلت؟ اوكي هادئين كلش هادئين انتم، ما اعرف ليش، بس يلا تمام افتحوا المايك جابوا وياي، اريد نقاش شويه. زين
فهسه احنا حددنا هذا العمو، حددنا تشيف كومبلين مالته هو ابدومينال بين، يبقى ها هي بس اكتفي اكتب هيجي اكتب الديوريشن مالته. زين عمو هاي وجع بطنك ايش قد استمر؟ كم دقيقه او كم ساعه؟ اوكي، ويجوز اكو ايام يطول عندهم. وبعدين اكو ملاحظات زياده ما ادوخكم بيها هسه، بعدين احكيها. تمام، ذكروني بيها اللي هي شلون نحدد الوقت بالضبط. فحيقول لك ساعتين. اوكي، اذا تشيف كومبلين ابدومينال بين فور 2 اورز، خلص خلص تشيف كومبلين ودرجه هوايه اجتك اللي انت جبته مضبوط. زين، فاكو ملاحظة ممكن انه مثلا انه بالابدومينال بين، يعني ممكن انه مثلا من ياكل فد اكله يزيد عنده البين، ممكن مثلا بوقت مثلا بالليل يزيد عنده هيك شيء. زين، نسال عنها. هاي نسال عنها وين؟ بالبريزنت النس as an exacerbation factors، نشوف شنو الشغلات اللي تزيد عليها الالم. بعدين نجي عليها. سؤالك حلو بس نرجع عليهم بعدين. يعني نذكر سبب اللي جابه للمستشفى مو المرض مالته بالضبط، اي السبب اللي جابه. وهسه حضرب لكم بعد امثله حتى يوضح بعد اكثر، لان هواي طلاب قلت لكم يوقعون بيه. زين شباب، اكو ملاحظتين لازم اخليها ببالي بالتشيف كومبلين. هسه احنا فهمنا هو شنو وفهمنا شنو نكتب. ملاحظتين، التشيف كومبلين دائما التزم patient own words، لازم بكلمته، يعني ما استخدم مصطلحات طبيه. على سبيل المثال، فهو من قال لي اني والله عندي قرحه ابني، صار لي سنتين قرحه ببطني وصار لي وجع، التشيف كومبلين هنا انا حكتب قرحه بيبتيك السر؟ لا، تشخيص بيبتيك السر، تشخيص مو 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 كومبلين، فاكتب ابدومينال بين. مثال ثاني، هذا سالته بالجروب وهم ما هو ما جاوبه. اجاكم هم عمو ثاني عنده سكر، اوكي، السكر انخفض عنده، انخفض السكر واغمى عليه، اوكي، فجابوه للمستشفى. التشيف كومبلين هنا شنو؟ اكتبوا لي بالتعليقات. عمو انخفض عنده السكر الاغماء. اوكي صحيح، اثنيناتكم صحيح، loss of consciousness of او الاغماء اللي هو الفينتينج، اثنيناتها صحيح. يعني اني ما اسوي تشيف كومبلين انخفاض السكر، انخفاض السكر هو تشخيص، انا ايش ما اعرفني السكر انخفض غير الا اروح اسوي انفستيجيشنز، صح؟ فاكتب السبب اللي صار اللي هو لما فقد الوعي، فقدان الوعي هو التشيف كومبلين. تمام. مثال ثاني، همينا عمو ارتفع عند السكر، اوكي، وصار راسه حيل يوجعه، اوكي، فاجى للمستشفى. شنو التشيف كومبلين؟ هذيك ايه، وجع الراس هو التشيف كومبلين. حلو، فما اروح للتشخيص ابدا وما استخدم مصطلحات طبيه، دائما بالتشيف كومبلين اكتب مثل ما يحكي البيشنت. تمام، هسه وضحت؟ ترى راح نعيد على الهستري ونحكي انه بشغلات ونمر بمواقف حتى يتضبط بعد اكثر، فاني هسه بس اريد تعرفون تفاصيله هيك، يعني النقاط الرئيسيه. اوكي تشيف كومبلين هيك وهيك، اوكي الانترودكشن هيك وهيك، ما اريد تحفظون، لا حد يحفظ. زين، الهيستوري اوف بريزنت النس اللي هو ثالث بارت ومن اهم البارتات بالهيستوري، هو راح نخلص اول ثلاث بارتات اللي هي اهم شيء، البقيه كلش سهله. الهيستوري اوف بريزنت النس مرتبط ارتباط مباشر بالتشيف كومبلين. اوكي، ف present illness المرض الحالي، present illness. اوكي، فبال present illness احكي detailed مفصل history of the chief complaint، يعني اجي استلم البيشنت تفاصيله من اول ما بلشت حالته والى حد هاللحظه. بينما chief complaint كان شنو؟ بس السبب اللي خلاه يجي للمستشفى. لا، الهيستوري اوف present illness القصه باكملها. تمام، يعني احكي السؤال في الثانية اللي صارت ويا التشيف كومبلين، احكي شنو اللي زيد الالم، احكي شو وقت صار بيا وقت، احكي شنو يخفف علي الالم، احكي اذا اكو مثلا مر بالطريق سوى انفستيكيشنز، راح العيادة خارجية، طلع له تشخيص كذا وكذا، هو معروف انه عنده سكر او هو معروف انه عنده ضغط، كلها احكيها بالبريزنت إلنس. اوكي، فالتفصيل للحاله البيشنت باكمله تنكتب هنا. البريزنت انس شلون يكون شباب؟ عباره عن بعوله، عباره عن ورقه فارغه تقعد تكتب بيها. هنا يبين الطالب اللي انجليزيته زينه، والطالب اللي شلون نقول يعني يعرف
شلون نقول يسرد بالحكي، كيفك موقف قوانين معينة بالبريزنت اونلس، اكتب على فهمك. اوكي، تقدر تستخدم مصطلحات بالبريزنت اونلس على عكس تشيف كومبلين، وتحكي قصة البينشت من بدايته لنهايته، اهم شيء بالتسلسل، بها ملاحظات اضافية هم الى بعدين نرجع عليها، ما اريد ادوخكم. زين، بقت اكو شغلة شباب اللي هي راح ناخذها بالسلايد الجاي، بس خلي بس نحكي عنها، اللي هي البين كاركترز. شنو البين كاركترز؟ مواصفات هذا الالم. هو مو قال العمو قال بطني توجعني، اريد اعرف مواصفات هذا الالم اللي صار ببطنه. هل هو مثل السكينه شارب؟ هل هو كراشينج بين يعني هيك تجعص ببطنه؟ هل هو بيرنينج بين يحرق بطنه حرق؟ زين، هذا الالم يتقطع يروح ويجي، يجي بس بالصبح لو يجي بس بالليل، اكو شغلات ثانيه وياه، الحركه تزيد علي الالم، من يرتاح او يقعد يخف علي الالم، كل هذني. زين، اكو ملاحظه شباب اهم هوايه طلاب يوقعون بيها، هوايه هوايه هوايه، اللي هي اني من اخذت شيف كومبلين بعدنا على هذا العمو خطيه، اخذنا اكس مربع. زين، هذا العمو اللي بطنه توجعه على الاكثر هو سيستم شنو؟ سيستم جي اي تي، مو جاي يشكي من سيستم جي اي تي، ابدومينال بين. لما اجي للهيستوري اوف بريزنت اونس اخلي مجمل تركيزي والسيمبتومز كويستشنز مالت السيستم ريفيو اللي راح نجي عليهن متعلقه بالسيستم مالت تشيف كومبلين. يعني ما دام هو اجى ابدومينال بين از تشيف كومبلين، الاسئله اخليها تتركز على ايش بالبريزنت اونس؟ تتركز على سيستم الجي اي تي. شويه شويه توضح شباب، والله ادري بعد شيء جديد عليكم، بس عادي ترى حيل سهل حيل. زين، البين كاركترز تذكرون هسه حكينا عليها، هاي اخر نقطه هي هذني، اختصرناها بكلمه سوكراتيس حتى لا ننساها، يعني تبقى ببالنا. حتى هنا انا بالتشيك ليست شوف ايش مكتوب هنا، اذا تشوفوا هاي مو سوكراتيس، نمشي عليها حرف حرف. اوكي اوكي، ما اعرف شلون امسحها. اوكي تمام، فالسوكراتيس اس سايت، مكان الالم وين صار، الاو اونست يعني الالم شلون بلش، بلش فجاه سدن، لو بلش بشكل تدريجي يزيد فجاه، اوكي زاد زاد عنده زاد النوب، هذا جراجوال. زين، اذا فجاه لزم الالم حيل قوي هذا السدن، هاي بالنسبه للاونست اوف ذا بين. زين، الكاركتر يعني شنو نوعيته للالم، شنو طبيعته، اوكي النيتشر اوف ذا بين كاركتر، هل هو بيرنينج بين، كراشينج، شارب، وبعد هواية أشياء ثانية يعني تعتمد على كلام البيشنت. هو شي يقول لك مثل السكاشين ببطني، أوكي أنا أعتبره شارب. يقول لك عبالك صخرة على بطني أو على صدري، crushing pain، أحس بطني تحرقني، burning pain، وهكذا sharp أو stabbing pain، كلها ترهم. فهذني شو وقت تتعلموها وشو وقت تعرف يا كلماني أكتبها؟ بالممارسة عادي، يعني راح تمر عليكم أكثر من حالة لحد ما تعرف شنو تكتب، يعني هي مو حفظ، أبد مو حفظ. زين، الار راديشن، هذا الالم اللي نفسه هو العمو اللي بطنه توجعه، ده يضرب على ظهره مثلا او ده يضرب على رجله، فاقول له يا عمو الالم بس ببطنك لو ده يضرب على غير مكان؟ حيقول لك ايه والله ابني ده يضرب على رجلي، يعني قليل اكو حالات بس يلا نمشيها. اوكي، ده نتخيل احنا، فهذا الراديشن، اقول مثلا the abdominal pain radiated to the legs، اوكي، or to the thighs، للفخذ. اوكي، فهذا بالنسبة للراديشن. زين، الاسوسييتد سيمبتومز يعني هو نفسه هذا البين مالته مال بطنه صار ويا اشياء ثانية رافقته مرافقة الى اسوسييتد سيمبتومز، ذب على راسه ويا هذا الالم، سخن ويا هذا الالم، صارت له شيء ثاني، هاي الاسوسييتد سيمبتومز. وطبعا مو ما اكتفي بس انه اكتب والله هو ايه ذب على راسه، لا، ذب على راسه كم مرة، شنو لون الزواء او القيد، عفوا، وغيرها وغيرها وغيرها، هاي بعدين نجي عليها، ما ادوخكم، اريد بس تعرفون هسه. زين، التايم كورس يعني هذا الالم، السيناريو مال الالم اللي اجى للعمو، يجي متقطع انترميتنت، يعني يجي ساعه ويروح يختفي الالم، يرجع النوب ساعه ويروح، يتقطع يجي ويروح يجي ويروح، هذا انترميتنت بين. اذا بقى مستمر لازم الالم من الصبح لحد ما اجى هو المستشفى المغرب، يعني بقى ما هدى الالم ابد، هاي constant pain ثابت. زين، بقى شغلات بسيطة اللي هي exacerbating factors والreliving factors، يعني الشغلات اللي زيدت الألم exacerbated والشغلات اللي تخفف الألم عليه.
فهاي شلون اعرفها؟ عمو زين هذا الالم اللي عندك ببطنك شنو اللي زايده؟ حيقول لك والله ابني من اميل نفسي لي قدام او لما اتحرك او لما اوقف او لما اكل فاكتبها نفس ما هو حكاها اكتبها. زين ريفينج فاكتور زين عمو اكو اشياء تخفف عليك الالم؟ اي والله من اخذ مسكن او لما ارتاح او لما اسبح اوكي او لما اقعد يم ولدي عادي. اكو يقول لما يشوف لما يشوف عائلته يعني يخف عليه الالم عادي. زين يبقى موضوع السيفيريتي شباب. سيفيريتي جزء باماكن ثانيه حتشوفوها شو يقولون عليها، انه انت قيم الالم من 0 الى 10 وتسال البيشنت من قد يوجعك من 0 الى 10 وقول لي هاي ما يعتمدوها دكاترتنا وصراحه هي مو صحيحه يعني، فافضل نمشي عليها طريقه اللي هي اصنف الالم مايلد مودريت سيفير خفيف وسط قوي. شلون اصنفه؟ اعتمد على تقييمي اني وايضا على كلام البيشنت. فاشوف اقول له عمو زين هذا الالم من يجيك يعني ما يخليك توقف، ما يخليك تشتغل، ما يخليك تروح للدوام، زين هذا الالم ما يخليك تنام. من راح اعرف هاي السوالف معناته شنو؟ معناته الالم قوي. زين اذا قال لي لا لا عادي اقدر اداوم، يعني هو صح ده توجعني بطني مثلا بس انا اذا اقدر اداوم هذا وقتها راح اكتب مايلد بين. تمام؟ يعني اصنف الالم على حسب يعني انت وتقديرك بعد وكلام البيشنت راح يساعدك اكيد بهالطريقة شباب. فهسه البين كاركتر شباب هي والبريزنت اولنس هي نفس الشيء ترى ضمن البارت مالتها واضحة يعني كلش مهم هذا البارت حيل حيل مهم. يلا سؤال اي واحد يسأل يلا شباب ما عندكم اي سؤال معقولة؟ زين اوكي ماري سؤال واضح الشرح لحد الان؟ واضح كلش. بقيه شباب سووا اوكي هيك بس ارفعوا ايديكم او سووا اوكي ما ادري بس اي شيء. اوكي تمام 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 كمل. خلصنا اهم ثلاث بارتات من الهيستوري. هسه عاد نمشي سريع بشنو؟ بالسيستم ريفيو. شباب الغايه من السيستم ريفيو حتى اغطي باقي السيستمات اللي ما كان لها علاقه بالتشيف كومبلين. احنا مو قلنا بالبريزنت اونس حنركز بس على السيستم المتعلق بالاعراض او بالوجع اللي جابه للمستشفى. باقي الاشياء الثانيه او السيستمات الثانيه وين نكتب تفاصيلها وين نعرفهن؟ بالسيستم ريفيو اللي هي عباره عن تشيك ليست عباره عن صح بس شيء تسوي قدامه صح واذا اكو تفاصيل بسيطه تكتبها بس بهالبساطه. فالسيستم ريفيو بسرعه يخلص سهل كلش. شوفوا كل سيستم والشغلات المتعلقه به كل سيستم والشغلات المتعلقه به يعني حيل حيل سهل. فشنو تحتاج تعرفون؟ انه هو شنو الغايه من عنده حتى نركز قلنا على باقي السيستمات وحتى خاف اني ناسي شيء يعني جزء البيشنت نسى يقول لي هو عنده سخونه او عنده تعرق او اني نسيت اسال على هاي الامور او هذا السيستم. فالسيستم ريفيو راح يفيدني انه يذكرني بهاي الشغلات. تمام زين السيستم ريفيو شلون تجي عليه الاسئله؟ يعني انت قلت لكم انت ما مطالب بس بالامتحان تلقي الهيستوري يعني انت شال الورقه وتلقي الهيستوري للدكتور يقول لك هاي عشت ايدك يلا روح للبيت. لا حيسالك اسئله بالسيستم ريفيو خاصه واسئله حيل بسيطه حيل حيل بسيطه. مثلا انت قلت له بيشنت ابيتايت از لو شهيته منخفضه وما عنده شهيه حاليا فراح يقول لك اوكي احكي لي شنو الابيتايت شنو معناها؟ حتقول له دكتور شهيه اوكي عشت ايدك هاي اسئله السيستم ريفيو يعني يريدون من عندكم كل مصطلح وشنو معناه كل مصطلح وشنو معناه. فانا ايش راح اسوي هسه شباب حتى لا ادوخكم كل كلمه على السريع راح اعبر عليها كانه دا احكي انا وروحي ولو فعلا دا احكي انا وروحي حتى نكمل السيستم ريفيو يعني البقن مالت السيرجيكال والفاميلي حلوه حتتونسون بيها. زين فاني قريت ماكلويد وشفت التشيك ليست مال جماعه بغداد وغيرها صنفت السيستم ريفيو از بالبدايه جنرال وباقي السيستمات. اكو بيهم ما يحط لك جنرال ريفيو يعني بصوره عامه يعني يجوز يخلي لك الابيتايت ويا الجي اي تي يخلي لك الفيفر ما ادري وين ويا الانفكشن وغيرها والسليب ما اعرف وين يخليه. فانا شنو هاي الشغلات الافضل انها تتخلى ضمن مصطلح جنرال انه هي بصوره عامه انا دا اسال على الامور. نمشي يعني عادي بتي تسوي هيك او هيك عادي ماكو مشكله. زين الابيتايت اللي هي الشهيه شوف البيشنت شهيته منخفضه او عنده شراهه شهيته عاليه هاي ابيتايت. الويت نفس الشيء هل هو عنده ويت لوز او ويت جين وزنه نزل لو وزنه صعد خلال هذا الشهر حاليا يعني
يعني ماكو واحد يصعد وزنه وينزل خلال اسابيع او ايام. اوكي زين، اللي مسخن او لا، واكيد تفاصيلها، السخونه ايش قد طولت، وين يحسها اكثر شيء، اذا هو دا يتحرق سويتنج، ريجورس اذا صارت عنده رجفه. ادري دا احكي سريع بس حتى نخلص ونروح للاهم. سليب اذا النوم مالته متقطع او ما دا ينام اصلا او دا ينام هوايه، والمود مالته اللي هو 24 ساعه عصبي وقلب الدنيا، لو عادي المود مالته هذا زين. يعني صراحه يعني شغلات من السايكاتري مهمه بس احنا ما نهتم بها مجتمعنا حتى من ناحيه الفيلد الطبي، ما ادري ليش بس هي كلش مهمه. زين الكارديو فاسكولار سي في اس، ابد لا تحكون مصطلحات اختصارات، اوكي الدكاتره ما يحبون تحكي مصطلح، فانت شو تقول له؟ قول له ريجاردينج كارديو فاسكولار سيستم، تشيست بين، اوكي نعرفها، وجع صدر، ديسنيا، هواي راح يمر عليكم هذا المصطلح ديسنيا، البي سايلنت ديسنيا، ديسنيا اللي هي شنو؟ شورتنس اوف بريث، مختنق، فهذا اختصارها اس او بي، شورتنس اوف بريث ديسنيا، نفس المعنى. اوكي هاي وايد راح تنسالون عليها. زين اورثوبنيا، مو تحسها مشابهه؟ اي الاورثوبنيا هنا نفس اهم واحد دي يختنق، بس دي يختنق وهو متمدد على ظهره، يعني ما يقدر يتمدد على ظهره، اوكي كل ما يتمدد يختنق، كل ما يتمدد يختنق، لذلك جماعه الاورثوبنيا اللي هو بالغالب مشاكل بالقلب فدي يصير عندهم اورثوبنيا، ينامون على مخدتين او ثلاث مخدات. فأنا شلون اعرف اذا هو عنده اورثوبنيا او لا؟ اقول له عمو انت تقدر تنام على ظهرك لو لازم تخلي ثلاث مخدات جواك او اربعه؟ اذا قال لك لا والله ما اقدر على مخده واحده اختنق، معناته شنو؟ معناته عنده اورثوبنيا. اوكي زين، بي ان دي هذا اختصار كلمه باروكسيزمال نوكتورنال ديزنيا، نوكتورنال يعني بالليل، ديزنيا هي نفس ديزنيا دي، باروكسيزمال نوكتورنال ديزنيا. اوكي هم ينخنقه بس شنو؟ ديفز من النوم هو مختنق. تشوفون هاي الثلاثة؟ هاي حيل مهمة دائما ينسألون عليها الطلاب بالامتحان، فهاي ركزوا على المعنى والفرق بيناتهم. زين؟ فاسدزنيا قلنا بصورة عامة هو مختنق. أورثوبنيا يختنق إذا هو يستلقي على ظهره، ما يقدر يتمدد على ظهره، إلا ثلاث مخدات أربعة. باراكسيزمال نوكتورنال ديزنيا هو هم دا يختنق بس نايم، نايم اعتيادي، دا ينام على ظهره، ماكو مشكلة. فز يفز الفجرية مختنق. يفز هو مختنق. اوكي هاي حل مهم. زين بالبيتيشن اذا يصير عنده خفقان، اذا يحس بدقات قلبه. زين الاديما ولو هي تعتبر من ضمن الاكزامينيشن بس ما يخالف نمشيها. الاديما والسوالوين انكلز اذا هو عنده اماكن بجسمه متورمه، يعني اوكي ضمن هاي الاماكن هذا السيستم ريفيو. زين الاكسرسايز توليرانس مو الكل يسال عليها بس هي حيل مهمه ريجاردنج الكارديو فاسكولار. اشوفه اقول له عمو انت من تمشي مثلا يعني قبل تتعب وتفح لو الا تركض؟ حيقول لك والله بس اقوم من الصاله للهول اني افح بعد ما اقدر. يعني هاي التحمل مالته العضلي او الرياضي التوليرانس مالته قليل لو عالي؟ لو معناته قليل، مو عنده تحمل قليل، لو اكسرسايز تولرانس، ده يتعب بسرعه فلو اكسرسايز تولرانس. زين اللي لا عادي يركض ويركض منه للسوق ويرجع، هذا هاي اكسرسايز تولرانس، يعني كل جسم رياضي عنده قدره تحمل عاليه، حتى بس تفرقون بيناتهم. زين الريسبيراتوري هواي شغلات راح تتكرر، تشيست بين هي نفسها، ديزني هي نفسها، ويز او سترايدر، حتاخذون الفروقات بيناتها بالرابعه عادي، بس هي عباره عن اذا اكو صوت لما يتنفس هي شيء هذا، يعني هذا الويس. اوكي اما الستريدر نسمعه عن طريق السماعه. زين الكف سبيوتوم هيموبتسيس، الكف لازم نحكي بتفاصيلها مهمه، القحه طبعا مهمه مرتبطه بهوايه اشياء بال يعني هوايه امراض ايضا. فالقحه اركز على شغله، هل هي برودكتيف اور نوت برودكتيف؟ يعني هاي القحه بيها بلغم اللي هو سبيوتم لو ما بيها؟ اذا بيها بلغم معناتها برودكتيف كف، تنتج بلغم، نوت برودكتيف اكيد ما بيها سبيوتم. بيها تفاصيل ثانيه، شو وقت تجي اكثر شيء بالليل لو بالنهار، سبيوتم شنو لونه، ايش قد كميته، بعدين نجيها بعدين. زين هيموبتسيس، مصطلح هيموبتسيس تشوفون اني مخليه من الكف، تمام؟ فهو عباره عن شخص دا يقح دم، مصطلح شخص يقح دم كافينج اب بلاد،
نختصره بمصطلح واحد هيموبتسيس. اوكي، اكو كلمه تشبه اللي هو هيماتميسس. هيماتميسس هذا هيموبتسيس، هيماتميسس هيماتميسس هي فوميتنج اب بلاد. اوكي، فرقوا بيناتهم لا تخبطون. جي اي تي على السريع، ديسفيجيا معناته صعوبه حتى يبلع، قوه يبلع اللقمه يحسها توقف بزردومه. اوكي، هاي ديسفيجيا. اذا كان اكو وجع ويا الصعوبه مال البلع وكذا راح يصير اسمها اودينوفيجيا، همينا بعدين نرجع عليها بعدين. نوجيا او نوزيا اللي هي لعبان نفس. فوميتنج، تفاصيل فوميتنج كلش مهمه، يعني اللون مال تلقيء مالته، كميته ايش قد. بروجكتايل او نون بروجكتايل، يعني يعصر بروحه يلا يطلع لو لا، هاي كلش مهمه. ها الكميه مالته شلون نقدرها؟ خاف انسى اقول لكم اياها بعدين. عن طريق الكابس، يعني خو مو اقول له حط جلاس، اقول له ذب بالجلاس حجي، لا عمو انت من ذبيت على راسك تقريبا كم جلاس؟ يعني اذا نقدرها ها عمو حيقول لي يعني تقريبا جلاسين، فانا اكتب vomiting two cups يعني as amount كميه. زين، dyspepsia او heartburn اللي هي عسر الهضم، يعني او شو يسموها بالعاميه، والله نسيت اسمها، حد يذكرنا بالعاميه شنو يسموها؟ جالي يمكن، شنو كتبتوا؟ اوكي يمكن ما حد كتب شيء، سمعت صوت، تمام كمل. اي جالي، اوكي فنفس الشيء. زين، دياريا والكونستيبيشن از يعني الخروج مال البيشنت والعمو، همنا كم مره صارت، اللون مالته وكميته. كونستيبيشن يعني ايش قد صار له كونستيبيشن مستمر عنده، تمام. زين، المالينا، مالينا هو مصطلح اذا صار الستول مالت العمو، الخروج مالته الستول صار دارك، كلش دارك. طبعا المالينا مهمه ودائما ينسالون عليها الطلاب، بعدين تاخذون تفاصيلها بالنظري، باطني نظري. المالينا هو بسبب انه اكو نزيف بالابر جي اي تي، باي مكان بالابر جي اي تي اكو نزيف، الدم ينزل يجوز يتفاعل ويا الاسيديتي مالت المعده وغيرها ويطلع ويا الستول. فالستول شلون يطلع؟ بسبب انه هاي البلد انخبط وياه وتعرض المكونات الهضميه، يطلع لون الستول اسود كلش. اوكي، دارك بلاك ستول، هاي المالينا. اذا اكو تفاصيل ثانيه يعني هو لونها والسبب مالتها وعرفناها، هاي اكثر شيء نسالون عليها. زين، ركتال بليدنج، اذا عنده نزيف من المخرج مالته، وطبعا اكو مصطلح الركتال بليدنج اللي هي هيماتوكيزيا معناتها ركتال بليدنج، خاف تسمعون بيها. زين، جينيتو يورينري كلش مهم، خاصه اليورينري، هذا يورينري هذا جينيتال. جينيتال قليل يسالون عليه الطلاب، وانا اشوفه والله يعني ليش ما نسال عليه، اسال عليه عادي اذا كان اكو له علاقه اسال. زين، نمر عليه على السريع لان مهم. الفريكوانسي، العمو هذا دي يتبول كلش يعني تقريبا 5 مرات وفوق، اذا يتبول باليوم 5 مرات وفوق معناته عنده فريكوانسي، عنده شلون نقول تبول، شلون نحكيها بالعربي، يعني اكثر من مره. اوكي، هواي عنده تبول كعدد مرات. زين، وحتى اذا كان نورمال فنذكر اوكي انه هو يتبول بس 4 مرات باليوم، اوكي نورمال عادي. زين، الكلر مالت الادرار، اللون مالته، الاماونت مالته ايش قد، نقدرها اما بالتشيز او يعني حسب اذا بالمستشفى نشوف كم تشيز. زين، واذا ماكو هاي سالفه الشياسه انه هل كميه هوايه لو شويه، بس نكتفي بهالتفصيله المعينه. زين، نجي هسه على مصطلحات كلش مشابهه. ديسيوريا، ديسيوريا معناته صعوبه بالتبول، وجع بالتبول، حرقه بالتبول، كلها ديسيوريا. ذكروا دي يعني difficulty، فdifficulty in urination dysuria. بوليوريا وأوليغويوريا واحدة عكس الثانية، بولي يعني هواية، أوليغو يعني شوية، فبوليوريا يعني تبول تقريبا فوق ما أعرف جك، أوكي أوليغو يا دوب ربع غلاس، يعني كمية البول بالإضرار الواحد، أوكي بالمرة الواحدة. فعلى اساس الكميه بالمره الواحده، اذا هوايه كلش بوليوريا، اذا شويه اوليغويوريا بهالبساطه. زين، انيوريا اوكي او انايوريا يعني خلاص ابد ما يتبول ابد، اوكي انايوريا. وضحت مهمه ودائما ينسنون عليها الطلاب بالمعنى مالتها بالامتحان.
دائما دائما. زين، هي ماتشوريا اكيد وضح هذا المصطلح لان صار يشبه باقي المصطلحات. هي ماتشوريا يعني اكو دم ويا البول، هي ماتشوريا. زين، نوكتشوريا وارجنسي. نوكتشوريا انه بالليل يصير عنده تبول اثناء الليل. احنا مو قلنا اي كلمه نوكتشورنال او كلمه قريبه عن نوكتشورنال معناتها بالليل، فنوكتشوريا تبول بالليل، بالليل يقعد من النوم يحتاج يروح يتبول. ارجنسي فجأة تجي رغبة بالتبول، فجأة ورغبة كلش قوية، هاي يسموها ارجنسي. فهذا اليورينري، هذا كل شيء يخص باليورينري. اوكي زين، الجينيتو او الجينيتالز، اي شيء يخص الجينيتالز اكيد تعتمد على شنو، اذا هو ميل اور فيميل. فهاي نسألها اول اثنين سواء هو ميل اور فيميل. صراحة يمكن انا خلصت المرحلة الثالثة كلها، المرحلة الرابعة كلها ابد ما سألت على هذني. شو وقت سألت عليهن خاصة هذني من دخلت سيشن نسائية، فيعني انت بس خلوها ببالكم، يعني هو مو دائما ينسألن عليها، يعني غالبا البيشنت اللي راح تلقوهم بالباطنية مش بيهم، لو عندهم مشاكل ببطنهم، لو بقلبهم، لو بالرئة مالتهم، وهكذا قليل يجون عندهم مشاكل جينيتالز. زين، فنشوف اذا عندهم راشز او لامز. لامز يعني ماس صغيره يسموها لامب. اوكي، فاذا عندهم احمرار، اوكي، طفح جلدي، تكتلات وغيرها بالجينيتالز، اذا اكو ديسشارج، urethral discharge وغيرها. بالنسبه للميل بروستاتيك بروبلم، على مستوى البروستات مالته، اوكي نسالها خاصه للكبار بالعمر مهم تسالوها. وبالنسبه للومن فاجينال بين، فاجينال ديسشارج اند هوت فلاشز، البين اذا عندها الم بالفاجينا، اذا عندها ديسشارج، واذا عندها هوت فلاشز اللي هي تصير غالبا ويا الدوره الشهريه، احمرارات بالوجه والجسم، مو دائما يعني الكل بس احتمال تصير عندهم. زين، فقلت لكم مو بهذيش الاهميه، اهم شيء شنو؟ اليورينري. زين، طبعا بس نخلص السيستم ريفيو، هاي عسل على اهم شيء بيهن، وانطيكم ريست حتى نكمل البقيه. يعني خلص الهيستوري اصلا، هاي بس دا افيدكم، يعني دا احشيكم المعاني خاف. زين، النيرفس مو بهذيش الاهميه صراحه، قلت لكم يعني قليل حتشوفون بالباطنيه سي ان اس، وقليل حتشوفون جينيتالز. بس ما يخالف يعني هم نعرف معانيها. هيدك اكيد معروفه، فيتس يعني شمره، كوما داخل بغيبوبه، فينتس مغمى عليه، ديزنس دوخه، اذا اكو ليمب ويكنس الم باطراف جسمه سواء ايديه او رجليه، اذا عنده دائما رجليه تنمل نبنس او ايديه او اي جسم مكان بجسمه نبنس تنمل، وتريمرز اذا عنده رجفه، التريمرز تعتبر من ضمن الاكزامينيشن بس انا خليته هنا، انا خاف اذا اكو هو يعرف عنده رجفه، لوس اوف بالانس ما يقدر يوقف، دائما يميل لليمنى او اليسرى ويوقع. ونسال عن الحواس، هاي مهمه، هاي صراحه صدق مهمه، يعني انت عيب عليك تنطي الهسه للاخصائي او للدكتور وانت ما كاتب له انه ترى هذا البيشنت ما يقدر يشوف او يسمع ضعيف او ما يعرف يحكي وعنده مشكله بالحكي. اكيد هاي مهمه لازم نحكي نكتبها بالسيستم ريفيو دائما. فالنظر مالته، شوف اذا هو زين او لا، السمع مالته، التذوق مالته خاصة ويا كوفيد وكورونا، يعني هاي تأثرت كلش، سميلينج والتيستينج، تذوق التيستينج، والديفيكولتي ان سبيتش اذا هو عنده او لا، عنده صعوبة انه يتكلم او لا، عدة اسباب. زين، الماسكولوسكليتال اللي هو قليل يسألون عليه بس انا ضفته لان موجود ماكلويد. ارثالجيا اللي هو الم مفاصل، مايالجيا الم عضلات، ارثالجيا الم مفاصل، مايالجيا الم عضلات، ام ماسلز، اوكي، وهاي جوينت هيك. ف جوينت ستيفنس، جوينت سوينج، اذا عنده اي التئامات، العفو، تورم بالمفاصل مال جسمه، اوكي، او اذا ستيفنس يعني هيك تحس المفصل مالته مشكل ما يتحرك ميبس، اوكي. زين، اريثميا اور وارمث، اكو اذا اكو اي احمرار او مكان بجسمه حار، طبعا هذا كلش مهم، مش وقت جماعه الدي في تي اذا سامعين بيهم رجلهم او غيرها، او جماعه السليولايتس يعني يصير عندهم التهاب باجزاء من جسمهم فتحمر وتصير حاره وتقوم توجعهم. فاذا يعني هاي اسئله صراحه قلت لكم على اغلب البيشنت اللي يمر عليهم احنا ما حتكون بهذيك الاهميه، احتمال اصلا ما نسال البيشنت هاي الامور او نمر عليها على السريع. ها عمو عندك مشاكل بمفاصلك وعضلاتك؟ لا، على السريع عبر هيجي. زين احمد لعد شنو هسه دوختنا هوايه صارا، هو اهم شيء شنو؟ الكارديو، respiratory، GIT، urinary، هذين الأربعة أهم أربع سيستمات. ماشي؟ متفقين؟ يعني أنا أركز بالسيستم ريفيو على أسئلة ما هذين الأربعة، cardio، GIT، respiratory، urinary. ونفس ما اتفقنا بالchief complaint، إذا البيشنت إجا قلبه يوجع
معناته هذا شنو؟ هو كارديوفاسكولار. فاركز بالاسئله على بالبريزنت اولنس، احط السيبتومز وسوالفهن على يا سيستم، على الكارديوفاسكولار، وهم من على الريسبيرتوري، لان تدرون القلب مرتبط ويا الرئه، مرتبط ويا يعني. اوكي وصلت. زين جماعه السكر اكيد تعرفوهم، ينشف حلقهم دراي ماوث، اذا جماعه هشاشه العظام وغيرها تتكسر عندهم فريكوينت فراكتشرز، هوايه تتكسر عظامهم وغيرها، خاصه النسوان الكبيرات بالعمر، اذا عنده مشكله بالحركه، اذا عيونه تحمر، هاي يعني اذا ماكو مشاكل بالكونكتيف تيشو، كونكتيف تيشو ديزيزز ممكن نسوي سور ايز، عيونه تحمر وغيرها واسباب ثانيه. زين هذا عفو، انتم كثالثه عفو، بس كرابعه يفيدكم، رابعه يفيدكم بس كثالثه هذا ما لكم علاقه به. ماشي. المنسترال والاوبستريكال يعني النسائيه والتوليد، اكيد انت من راح تروح السيشن نسائيه او تروح السيشن يعني جراحه، بس تطلع لك مريه بالسيشن الجراحه تاخذ من عندها هيستوري، لازم تسال على هاي الامور، سواء بيها شيء هي او ما بيها شيء، لازم اسال على الامور. هذا الكلام موجه للمرحله الرابعه. اسال عن الدوره الشهريه بتفاصيلها، شو وقت بلشت المينيراك، بيا عمر يعني بيا سنه، ايش قد كان عمرها وبلشت، مو يا سنه عفوا، انما ايش قد كان عمرها وبلشت الدوره، هل هي منتظمه او لا. زين كل ايش قد تجيها، كل 20 يوم، كل 90 29 يوم، كل 30 يوم، كل 31 يوم. زين كميه الدم اللي تنزل هوايه شويه. زين اكو الم لو لا. زين تستخدم مسكنات او لا. هيك بعدين اعدلكم عليها واضيف لكم على التشيك ليست، يعني بعد لازم اعدل. زين المينوبوز اذا هي كبيره كلش بالعمر، شو وقت صار عندها المينوبوز، توقفت عندها بعد ما تجيها، واذا كان اذا صار عندها اي بليدنج بعد هاي الفتره، يعني بعد ما توقف عندها. زين تفاصيل البريجننسي، يعني شلون اقول، ما اركز حلقه التفاصيل مال البريجننسي بالجراحه، بس اكيد بالنسائيه اكتبها بتفاصيلها، وبعدين حناخذكم سيشن ان شاء الله واضح لكم. اهل الثالثه انتم ارتاحوا شويه هسه، يعني ما لكم الحج، هذا الكلام مو لكم. فبالجراحه number of pregnancies، كم مرة هي صارت حامل، كم مرة جابت، والأوتكم إذا صار عندهم مشاكل، بس نكتفي بس بالnumber of pregnancy كجراحة، أعتقد كافي. زين إذا صار عندها إجهاضات، إذا إجاها طفل هو ميت أصلاً stillbirth، أو إذا هي تستخدم contraception، طبعاً هاي contraception راح نسألها بالدراج هيستوري للمرحلة الثالثة، يعني راح يجيكم هذا، إذا تستخدم موانع حمل سواء حبوب او هاي الديفايسز اللي تشكل وغيرها. زين الاندوكراين همنا مو بذيك الاهميه للبيشنت الموجودين عندنا، بس اكيد يجوز على حظك يجيك بيشنت لازم لازم عنده تفاصيل او عنده اعراض والاندوكراين، تمام. فبالاندوكراين نشوف البيشنت ما يتحمل الحراره، هيت انتوليرانس، ما يتحمل الحراره، يسخن بشكل مو طبيعي بجو احنا عندنا اعتياد، يعني انا وياه قاعدين بالغرفه مثلا، هو رايح ما يتحر بعد ما يتحمل، بس أنا قاعد طبيعي. هاي أكثر شيء يدل إنه عنده مثلاً هايبر ثايرويدزم، يعني تدرون من يصعد هرمون الثايرويد ال T3 و T4 يصعدون، يصير عنده هاي ميتابوليك ريت، فيسخن جسمه يصعد حرارته يولع، فيقوم بعد ما يتحمل الحرارة. والعكس بالنسبة للكولد انتولرنس، إذا هو هايبوثايرويدزم على سبيل المثال، أوكي ما يتحمل البرد، أنا قاعد وياه مشغلين السبلت، أنا قاعد طبيعي، كل شيء مدى حسب شيء طبيعي، بس هو ميت برد بعد ما يتحمل. زين اذا عنده نيك سوالينجز، هاي بالاكزامينيشن بس مو مشكله، الفاين تريمر يمينه بالاكزامينيشن قلسوا عليهم. بولي ديسبيبسيا، عطش مستمر، بولي ديسبيبسيا. البوليوريا ذكرناها باليورينري، ما لكم علاقه هنا. فاتيك، اذا هو 24 ساعه تعبان وخمول وبعد ما بيحل اي شيء، يعني رايح اباك سياره دعمته، اوكي فاتيك رايح منتهي. واللايبيدو اللي هي بالنسبه للسكشوال، اذا هو اكتف او نون اكتف، يعني هاي هم عرفوها بعدين، هاي تفيدكم كنسائيه جماعه الرابعه، تسالوها بالنسائيه. اوكي زين الهيماتولوجيكال كلش سهل، وغالبا اصلا ما اشوف عليه شيء، يعني ما في اليوم سويت تشك عليه. اذا هو بسهوله ينجرح برويس ايزلي، بليدنج اكسسيفلي، يعني لما ينجرح هل هو ينزف كل شويه، خاصه هذول ياخذون اسبرين وغيرها. Bleeding spots، إذا هو بجسمه عنده أماكن، شايفين هذا البليدنج اللي مثل البتيكي، إذا شايفيها أنتوا جماعة الرابعة والبوربورا وغيرها، يمكن الثالثة بعدهم ما سامعين بيها بعد إلا أن يداومون، يسموها Bleeding spots اللي هي نقاط تطلع بالجسم، يسموها Bleeding spots، وإلها أسماء ثانية. Lumps قلت لكم اللي هي masses، إذا بالنيك وإكزيلا وجروين،
ختولي عفوها. زين frequent infections، تدرون اذا واحد مناعته ضعيفه اكيد راح بين فتره وفتره هوايه تصير له التهابات، هوايه يتمرض، فيعني ممكن اذا كانت حالته صدق هيجي نذكرها وقتها. اوكي يعني في قلت لكم هاي السيستمات مو بهذيك الاهميه، اهم شيء جي اي تي كارديو ريسبيراتوري يورينري، هذا نيش نمر عليهم بثانيتين حرفيا، الثانيتين اخلصها على السريع. ها عمو تحتر بسرعه تبرد بسرعه، ها اوكي اعبر. عندك مشاكل لما تنزف او لما تنجرح، ها اوكي اعبر بسرعه، هيك بسؤال واحد اعبرها ما اركز. ميوكوكتينيا سمي ما اركز عليه، اذا عنده مشاكل بشعره جلده تصبغات وغيرها. اوكي ايبيستاكسس اذا ينزف من خشمه، ايبيستاكسس خاف يمر عليكم هذا المصطلح وتنسالون عليه. زين هسه ناخذ ريست شباب، اتمنى ما خليتكم تحسون الملل، يعني شفتوا هوايه دي يغادرون بس يلا مو مشكله. حناخذ ريست 10 دقائق زين لو 5 دقائق ايش قد؟ افتحوا المايك احشوا وياي او اكتبوا رساله حتى نخلص البارت الاخيره اللي هو بربع ساعه نخلصه البقى، يعني بسرعه يخلص. يلا شباب واحد يكتب ايش قد ناخذ ريست، 5 لو 10 دقائق؟ 5 احسن عم نخلص ونخلص. بعد واحد يقول 5 وواحد يقول 10، الثالث اللي يكتبه على اساس نمشي. اوكي 10 خلاص، اثنين قالوا 10. 10 دقائق بالضبط شباب، خلينا نتفاهم وياك شباب، 10 دقائق بالضبط، 11 دقيقه لا يعني 10 دقائق نبلش حتى نخلص ما اطول عليكم. تمام
أوكي شباب نكمل. الظاهر البقية أخذوا ولا استأبدي، بس مو مشكلة، عاد يشوفون التسجيل. خلصنا سيستم ريفيو اللي هو كان عبارة بس عن تشيك ليست، بس طولنا بيه على مود أوضح لكم المعاني وأوضح لكم الأسئلة اللي هي مهمة، أعتقد دونتوها أكيد، أو ارجعوا على التسجيل وشوفوا شنو كان المهم واللي دائما تجي عليه أسئلة بالامتحان كسيستم ريفيو. وخلصنا أول ثلاث بارتات من الهيستوري اللي هي الانترودكشن والتشيف كومبلين والبريزنت إلنس، وقلت لكم إنه هي أهم ثلاثة ولازم أهذني بالصلاة تصير، البقية كيف الدكتور أو كيفك أنت شوف الأنسب وامشي عليها. أنا بالنسبة لي أمشي على هذا الترتيب وما واجهت أي مشكلة ولا حتى الطلاب البقية. زين نبلش هسه بالبارت الخامس اللي هي أصلا بارتات بسيطة ومش شافها كلش، شوفوا بس بقى هاي. فبارت الباست ميديكال هيستوري، من اسمه باست بالماضي ميديكال هيستوري، يعني أشوف هل هو هاي الحالة اللي حاليا صارت له للعمه اللي قلنا بطنه توجع مثلا، قبل صارت له نفس الشيء، قبل شهر، قبل سنة، قبل 3 سنين، شو وقت؟ فإذا قال لك إيه ما راح تكتفي بس أنه تكتب yes there's a similar present condition yes، لا لازم تكتب التاريخ بيا سنة صارت له. أوكي فدائما الجواب هو يا الموعد أو الديت. زين هاي خلصنا من عندها. نسأل أيضا عن ال chronic diseases أو ال chronic conditions اللي عند هذا المريض. قل له عمو أنت عندك سكر، عندك ضغط، هاي عاد أوكي هاي أقدر أسأل عليها as a closed question، يعني يصير أقول له عمو عندك سكر، عندك ضغط، عندك مشاكل بقلبك، صار عندك سل رئوي، صار عندك روماتيزم، صار عندك أبو صفار جوندس، صارت عندك جلطة أو سكتة دماغية، صار عندك قبل صرع أو عندك أنت أصلا صرع، أوكي وغيرها من الأمراض. بس هاي أهم شيء، يعني هذني لازم تسألها، لازم تمر عليها واحدة واحدة لأن كلها مهمات. فلنفترض قال إي عمو عندك سكر وقال إي خلاص، بس أكتب أنه هو دايابيتك أو أكتب يس هي هاز أدي أم أو دايابيتس ميليتس، بس أكيد لا أكتب إيش وقت صارت له بيا سنة. يجوز العمو صارت له من قبل 20 سنة، فأكتب since أو 20 years ago، أو إذا هو يعرف الميلاد بيا سنة أكتب مثلا since 2012 وهكذا. زين أكتب بعد شيء إضافي لأن هاي أمراض مزمنة، هل هي controlled or not؟ هاي هواي طلاب ما يكتبوها، وترى هي كلش حلوة من يشوفك الدكتور ذاكرها حيقول صدق هذا طالب يفتهم وأسئلته يعني مضبوطة للبيشنت. فإذا هو الحجي السكر مالته على طول ملتزم بالعلاج ويتبهرز، يعني ياكل أكل نفس ما يوصي الدكتور، ما ياكل حلويات، ياكل فايبرز وهالأمور، يعني مرتب أموره ولايف ستايل مالته مرتب، ومدى تصير له مشاكل بجسمه بسبب السكر اللي عنده، هذا controlled DM يعني حالته مستقرة وهو متحكم بالمرض مالته. أما الأنكونترولد هذا اللي كل أسبوع رايح للمستشفى، كل شهر متخربط ومودينا للمستشفى بسبب السكر مالته دا يصعد، أو هذا اللي مدى يلتزم بالعلاجات ويبقى السكر مالته يصعد وينزل، أو اللي مدى يلتزم بالأكل مالته، يعني هذني كلها تؤدي إلى Uncontrolled Chronic Condition. فهسا اتفقنا أنه نذكر المرض المزمن، نذكر إيش قد صار له، وإذا هو controlled or not. لازم هالثلاث شغلات لا تنسوها شباب، وأنا أدري حتنسوها بس ما يخالف أظل أذكركم لحد ما يوصل الفاينل وأنتم ما ناسيها أبد ولا حتنسوها إن شاء الله أبد من بعدها. زين نسأل أيضا إذا هو قبل رايح المستشفى previous hospitalization، يعني هو ترى بالتشيك ليست شوفوا هياتها الباست ميديكال، شوفوا بس مجرد تسوي صح مثلا similar condition yes، تكتب هنا ملاحظة بيا سنة diabetes mellitus سمينا yes بيا سنة صارت إذا هو controlled or not. previous hospitalization هل هو جاي قبل المستشفى؟ حيقولك إيه والله أنا بعمري جوز جاي فت 5 مرات، أوكي أكتب 5 times. الأفضل كل مرة اللي إجا بيها كان شنو السبب مالتها، جوز مرة سبب عملية، مرة بسبب صار عنده فلان مرض، مرة جا سوى دي سوى قسطرة وهكذا، يعني هالأمور، أو مرة إجا بس كانت بطنة توجع خلص. وإذا بعد تخلي الهستري مالتك مرتب أكثر ديتيلد اكتب أيضا يا سنة إجا، على أغلب البيشنت ناسي بس يعني إذا قدرت اكتبها إذا قدرت. هذا السينج أذر دكتور صراحة الغو ما يفيدنا هنا،
ولا هو يعني سؤال مهم بس الغوه، اوكي؟ ها ما لكم علاقه بي، اذا هو يراجع اطباء ثانيين ما لكم علاقه بي. زين. الدراج هيستوري اند الرجيز، يعني الحساسيات وسوالف الدراجات العلاجات كلها بارت واحد نجي نسالها. فببساطه انا مسوي لكم مثل الجدول هنا، تشوفوا هذا، هذا الجدول، هاي الدراج، تكتب هنا الدراجات هيجي فلان دراج، الدوز مالته ايش قد؟ 50 ملي غرام، 100 ملي غرام. هاي شلون حتعرفوها؟ لو تسال البيشنت هو يعرف، او العلاجات مالته جايبها وياه ولازم تكتبوها. حتى اختصارا للوقت، موبايلك بجيبك، طلع موبايلك، صور الادويه واكد على البيشنت ياهو الادويه اللي قاعد يمشي عليها. اسم الدراج، العلاج اللي ياخذه، ايش قد الدوز مالته، الانديكيشن مالته شنو دا ياخذه، دا ياخذ للسكر مالته، دا ياخذ للضغط مالته، دا ياخذ للقرحه اللي ببطنه، يعني اوكي الانديكيشن السبب، والديوريشن شو نقول، كلش قد، مرتين باليوم، ثلاث مرات باليوم، مره باليوم، وهكذا. زين، اس اي اللي هو السايد افكت، يعني الاعراض اللي تجي من العلاج. عمو انت من تاخذ هذا العلاج خو ما تصير لك اعراض جانبيه؟ يجوز يقول لك اي والله مرات راسي يقوم يوجعني، او يصير لي طفح بجسمي، يعني او على الاغلب راح يقول لك لا ما عندي، فنو سيستميك عفوا سايد افكت. فبهالطريقه نرتب عاد الجدول مال الدراجات، كلش مهمه ترى الدراجات يركزون عليها الدكاتره، ويدي يشوفك انه انت ماخذها كلها بهالترتيب، تصير يعني جدول تمام. نرجع نسأل أيضا إذا خاصة إذا هي فيميل، أوكي، نشوف إذا هي تأخذ موانع حمل خاصة الحبوب، أوكي، هنا بهذا البارت حنركز إذا هي تأخذ حبوب مانع حمل أو لا، يعني هي بيها سايد إفكت وبيها مشاكل ثانية. زين، وبصورة عامة سواء ميل أو فيميل، إذا يأخذون يعني أنتي كواجولانتس مالت التخثر، أوكي، أسبرين وغيرها وغيرها، أو إذا دا يأخذون أعشاب herbs، أعشاب هاي همنا مو هواي يسألوها بس ترى هي مهمة، يعني الherbs. فإذا دا يأخذ أعشاب نشوف شنو نوعية الأعشاب اللي يأخذها، إيش قد صار لا يأخذها، وهكذا. زين، drug abuse، مصطلح الdrug abuse أريد أفهمه شنو الdrug abuse، ونضيف عليه مصطلح ثاني يشبه شوية بس يعني مو نفسه بالضبط، اللي هو drug incompetence، يعني ما مدى يلتزم، drug incompetence ودrug abuse. drug abuse patient يروح للصيدلية اللي بصف بيتهم، أو يروح للمضمت اللي بصف بيتهم، وياخذ له شريط مسكن، بالله المسكن خلينا نمشيها، ياخذ له شريط مال انتيبايوتيك، ياخذ له ايموكسيلين أو ايموكسيسيلين هو المفروض يشيل النفض، أو شريط مال اسبرين، أو شريط مال هاي السوالف مال قرط وغيرها، وياخذ بكيفه بدون استشارة الطبيب، بدون راشيته. هذا دراج ابيوز، هذا دا يستخدم العلاجات بطريقة خاطئة، اوكي؟ يعني انت يحق لك ترى بس المسكنات، ومو كل انواع المسكنات اصلا انه تستخدمها بدون استشارة الطبيب، اما باقي الادوية اصلا لازم الا استشارة الطبيب، لازم حتى لو ايموكسيسيلين، حتى لو ايزوثرومايسين لازم. زين، بعد النوب اكو كلامي تحت مسمى او تحت مصطلح الدراج ابيوز. اذا بيشنت الطبيب كتب له، قال له ابني او اخويا امشي على هذا العلاج، هذا كتبت لك اياه امشي عليه، فهو الحج شو يسوي؟ بدل ما ياخذ حبايه باليوم يقوم ياخذ حبايتين باليوم، هذا دراج ابيوز، استخدام خاطئ. او يقوم ما ياخذ اصلا، يقطع ما ياخذ يومين مرتين باليوم، يقوم ياخذ بس مره، او يتركه اصلا يعوفه، يقطع العلاج بدون استشاره الطبيب، هذا كله دراج ابيوز. فاي شيء انت تسحبه من البيشنت او تعرفه عنه من هذني المعاني نخليها تحت مصطلح دراج ابيوز. هواي طلاب يخبطون بيناتهم ومرات اصلا ما يسالون عليه، ما ادري ليش، ما علم، هو شيء كلش مهم. زين، يبقى المصطلح الثاني اللي هو دراج انكومبلانس، قلت لكم اذا هو ما ملتزم بالعلاج، فيعني متقاربات وبنفس المعنى، اتمنى تكون واضحه. فخلصنا الدراجات، خلصت سالفتها. بقت الالرجي اللي هي الحساسيه، ببساطه اسال اذا البيشنت عنده حساسيه سواء تجاه فد اكله معينه او شراب معين او تجاه دواء. حيقول لك اي والله على الاغلب يجوز عندي حساسيه من البنسلين، اكثر غالبيه الشعب يعني، او مو الغالبيه انما اكثر الحالات اللي تجي ونلاحظها بالمستشفى اللي عندهم الرجي للبنسلين. فهل اكتفي انه بس اكتب يس هي هاز او شي هاز الرجي يصير بس يجي تعتبروه هيستوري كامل؟ يعني انا شفت همت اوكي عنده حساسيه، وبعدين اكتب تجاه شنو الحساسيه مالته؟ الرجي تو اسبرين. زين، الرياكشن
type of reaction. يعني هو لما إذا أخذ بنسلين شو راح يصير بي؟ الحساسية مالته بس وجع راس؟ لو بس طفح جلدي؟ لو palpitation بقلبه؟ لو يغمى عليه؟ أوكي؟ لأن هو هواي أكو types of reaction تجاه الألرجي. فأسأل أقول له عمو زين إذا هاجت عليك الحساسية تجاه هذا العلاج أو تجاه هاي الأكلة شو راح يصير بيك؟ حيقول لك إيه ابني والله يصير بيه هيك وهيك، تكتب التفاصيل حتى يكون الهيستوري مالتك مرتب من صدق. زين past surgical history بقى الفاميلي والسو بيرسونال هاي سهلات. زين الباست سيرجيكال من اسمه يعني الشغلات الباست، مو خلينا نحل الباست ميديكال نفس الشيء هنا نفس الشيء بس هنا الخاصه بالامور الجراحيه. اوكي فاذا هو قبل مسوي عمليه previous operation نذكر نوع العمليه اذا قدرنا نعرف اسمها او نكتبها بالعربي ونرجع للبيت نعرف اسمها ونكتبها بالانجليزي مو مشكله انتم بعدكم ما اخذين جراحه فتكتبون اسم العمليه وش وقت سواها. متفقين؟ دائما هاي التفاصيل تخلوها ببالكم، اريد دماغكم يتعود اي جواب اكتبه للاسئله الموجوده بالتشيك ليست اكتب التاريخ مالته شو وقت صارت واي تفاصيل ثانيه اقدر احصلها. لازم يكون الهيستوري مالتك ديتيلد لازم. زين وخاف واحد ما دخل من بدايه المحاضره خلوا ببالكم ترى هاي مسؤوليه بعدين، جوز هسه انت ما عليك مسؤوليه بس بعدين من تكبر وتصير مقيم الهيستوري مالتك اذا كان مضبوط فانت تساهم 75% من التشخيص مال هذا البيشنت، تتساهم حتى بعلاجه حتى صدق انت جوز ما راح تعالج انت بس تسوي مونيتورينج له ويجي الاخصائي هو يتعامل وياه بس انت ساهمت انت كتبت معلومات صحيحه انت خليت الاخصائي يجي مطمن كلامك مضبوط والهيستوري مالتك مضبوط ما يقدر ما يرجع يشيك وراك هيجي من هذا الباب. فاخذوها شويه سيريوس. زين الانستيزيا او الانستيزيا هيجي يرفضوها التخدير مع العمليات اللي مر بيها هل هو كان local or general؟ حتى أنا أخلي ببالي جزء هذا البيشنت اللي جاني للمستشفى جزء راح أدخل عمليات فخلي ببالي ها ترى هو ما أخذ قبل general anesthesia وجزء ما صارت لأي مشاكل فأطمن أو احتمال قبل فترة هو ما أخذ general anesthesia تخدير عام وصارت له مشاكل بسببه حتى أخلي ببالي أنا كطبيب تخدير أو كطبيب جراح جاي أسوي العملية. Post operative complications عمو زين تتذكر العمليات اللي سويتها صارت لك اي مشاكل بعدها فد مشكله معينه اذا ذكر لك اكتبها هاي زين نقلوا لك دم وهكذا تمام او اذا نقلوا لك دم وانت حاليا بالمستشفى مو شرط بالعمليه مرات يجي للمستشفى عنده فقر دم وينقلوا له دم فنكتبها بلا ترانسفيوشن يجوز اخذ 2 يونتس بطلين دم 2 يونتس او 1 يونت بطل دم واحد هكذا. فحل سهل السيرجيكال يعني شغلات بديهيه واسئلتها سهله وما يدوخك البيشنت ايش تسال على السريع يعطيك الجواب تكتبه ما تطول دقيقه تخلص هذا كله. زين فاميلي هيستوري من اسمه هيستوري تجاه الفاميلي العائله لهذا البيشنت. فهذا العمو اللي قاعد قدامنا وهو بالسرير اقول له عمو حالتك هسه يعني او امراضك المزمنه او هذه حالتك هسه انت الحاليه اللي جاي بيها احد من عائلتك صارت عنده من يعني احتمال فد انفكشن الانفكشن انتشر بالعائله مالتهم بيتهم وصار عندهم هم نفسهم كلهم فهالشيء راح يساعدني اعرف التشخيص. او مثلا اذا هو عنده سكر او عنده ضغط فاشوف اقول له والدك والدتك اخوانك خواتك جدك اذا عندهم امراض مزمنه اوكي من هالباب انا راح اعرف انه هو السكر مالته اجى من اهله اوكي وراثي. بقت ملاحظه اضافيه ولو ما اريد ادوخكم بس يعني مسؤولية هم لازم أنقلها لكم أحكيها أنه ما أكتفي أقول له من راح أقول له مثلا أمك أو أهلك أو واحد من أهلك صار عنده ضغط أو سكر يقول لي إيه وخلص. يعني مثلا عمو أحد من أهلك عنده سكر أو ضغط أو أي مرض مزمن إيه ابني أبوي عنده سكر ها هي خلص هذا السكر وراثي وبسببه اجى السكر للعمو اللي قدامنا اكيد لا احتمال السكر لما كبر من عمر يلا يبين عليه هذا مو وراثي يعني بسبب صارت له فد حاله معينه حادث قدامه مر بظرف معين وصار عنده سكر عادي او لا احتمال صدق ابوه عنده سكر وراثي من هو صغير مبلش عنده او من هو شاب ومستمر عنده فضروري اعرف هاي التفصيله ادري هي تفصيله داخل تفصيله صايره بس يعني حاولوا تمشون عليها حتى تكون معلوماتكم دقيقة هو أدري حتنسوها بس يعني بلكي تبقى ببالكم. زين هاي الفيرست ديجري ريلاتيفز الحالة مالتهم صراحة هي موجودة ماكلويد بالمصدر بس ما يركزون حيل عليها أنه عائلته بالدرجة الأولى
اخوانه اخواته عفوا يعني اهله بصوره عامه امه وابو اعمارهم ايش قد حالتهم الصحيه حاليا والنفسيه واذا هم ميتين شنو سبب الموت مالتهم مو مهم ما يركزون عليه دكاترتنا اوكي يعني تقدرون تغلسون عليه متفقين هاي اهم شيء هاي وهاي خاصه هاي هاي كلش مهم هاي الثاني زين اخر شيء اللي هو البيرسونال اند سوشيال هيستوري يعني اني دا اخذ معلومات عن اللايف ستايل مال هذا البيشنت شلون دا يعيش طبيعه المعيشه مالته اوكي ويعني شوي اسئله شخصيه ف مو تيجي واحد والله استحي اقول له تشرب كحول او ما اعرف ايش لا عادي ترى يعني بالعكس انت جاي دكتور وقاعد تسال عن مصلحته يعني هو على الاكثر مرات يشذبون ومرات لا يقول لك ايه اشرب عادي هو يشربون ترى عادي حتى لو احنا بلد مسلم مسلم العفو المهم نرجع لموضوعنا نسال عن السموكينج ستيت وشويه بيها تفاصيل السموكينج ستيت ومهمه اوكي مهمه لان هو يدخن عمو انت تدخن لو لا حيقول لي مثلا لا خلاص هو مو مدخن زين عمو تقعد يا ناس يدخنون تدرون اكو باسيف سموكينج يعني اوكي جزء 24 ساعه هو قاعد بالهول يم ولده ولده يدخنون او يقعد بالكوفي ويا اصدقائه واصدقائه يدخنون هو ما يدخن بس قاعد يا ناس يدخن 24 ساعه او يوميا هذا باسيف سموكر هم اذكرها زين سالته وقال لي اي ادخن احكي تفاصيل احكي ايش قد صار لي يدخن اوكي وش قد يدخن باليوم ها هي طبعا هي اكو تفاصيل هوايه بعد بس يعني هاي اكتفوا بيها هاي كلش كافيه هاي اكو معادله اخاف يقولوا لكم شلون تحسبها ايش كم باكيت بالسنه هو كل 20 جيجارة تعتبر واحد باكيت عفوا هل تدخل اموركم مو مهمه بس خاف تنسالون عليها ارجعوا للمحاضره حتلقوها موجوده يعني بالعاده ما حد يسال عليها فعرفنا اما هو صدق سموكر واذا هو صدق سموكر نشوف ايش قد دخن باليوم وش قد صار له واذا ما يدخن فنسال اذا هو باسف سموكر يقعد الناس يدخنون خلاص الكحوليك او الكحول اذا قدرنا نعرف اذا هو صدق يدخن ايش قد العفو اذا هو صدق يشرب شنو نوعيه المشروب اللي يشربه وش قد كميته وكلش قد يشرب يعني عادي يعني قبل اسبوع رحت للمستشفى طلع لي واحد حجي كبير بالعمر عنده فشل كلوي يشرب كل فتره كل اسبوع تقريبا بطل عادي زين الهوم سيتويشن من اسمها يعني الوضعية البيت مالتهم اوكي هو يبيها تفاصيل بس هاي اهم شيء هل هو بيتهم يعني good airway or not bad airway لو good airway يعني شلون بيتهم يتهوى منطقة يعني دائما شبابيكهم تنفتح او تهويته زينة يعني تدري اكو مرات مرضى القلب مالتهم تعبان الرئة مالتهم تعبانة فأنا كطبيب لازم أعرف وضعية البيت مالته زينة من ناحية التهوية لو لا أوكي مو يعني عندهم سبارة أو لا لا هي متهوية لو لا زين رومز كم غرفة بيتهم فاميلي ممبرز إيش قد عايشين وياه بالبيت كم واحد وإذا عنده حيوانات أو لا يعني طيور حيوانات كلها تفاصيلها وأذكر إذا هي داخل البيت لو بالحديقة أوكي دجاج طيور بزازين كلاب كلها عادي واذكر قلنا اذا داخل البيت او خارج البيت بالحديقه اكيد لان اكو هواي امراض وحساسيات تجي من الانيمالز هاي الطلاب نسالوا بيها العام بالفاينل انه ليش نحن نسال عن الحيوانات دكتور سالهم يعني بالفاينل مال الباطنيه العملي مرحله ثالثه فاسئلتها سهله يعني بديهيه انت بس تفهم ليش افهم ليش زين الدايت اند ووتر انتيك والسبلاي مالتهم اسال على اكثر شيء المي عفوا الدايت اهم شيء المي المي مالتك يا عمو انت تشرب مي كافي باليوم تشرب كميه كافيه اوكي زين المي مالتك مفلتر او لا السبلاي مالت الووتر مالتهم اوكي فاذا قال لك مفلتر اوكي هي يعني ياخذ ووتر فلترد ووتر بهالبساطه بس اكتب the water intake is filtered هواياكم اسردوها انتم بطريقتكم زين تبقى امور ثانويه حتى هيك ذكرتها بسطر واحد اللي هي اذا هو يتحرك موبيليتي هوايات سيكشوال هيستوري مالته اذا مسافر يعني بالعاده ذني مو دائما نسال عليهن ها صراحه اول اربعه او ثلاثه غلسوا عليهن اهم شيء اذا ريزنتلي ترافلد خاصه اذا هو المرض مالته انفكشن وغيرها فنشوف اذا هو مسافر خلال الفتره السابقه طلع خارج العراق راح المحافظه ثانيه راح شاف قرايبه يعني
تفصيلة حلوة نضيفوها. بقت سالفة يعني ما معدل على المحاضرة فأحتاج أضيفها، اللي هو الإنكم شباب، الإنكم يعني الدخل المادي مال هاي العائلة. أنا هم لازم أعرفه كطبيب، هم لازم أسأله بالبيرسونال والسوشيال هيستوري، فأقول له دخلكم زين المادي أوكي، يعني حتى نشوف هو good income or يعني low income أوكي، بس حتى نعرف الدخل المادي مالتهم مال العائلة. فهسا كهستري تقريبا خلصنا 80% من تفاصيله. أنا ما حاولت أحكي كل التفاصيل حتى لا أطول عليكم بعد أكثر، أكيد راح يكون نوب محاضرة كتطبيق وعلى التشيك ليست، وأشوفكم تفاصيل بعد ثانية، وشو نقول أشوفكم أنتوا، أريدكم أنتوا تأخذون هستري تروحون للمستشفى وتدزوا لي حتى لو بالجروب وأني أصحح لكم. يعني هسه هواية طلاب مرحلة رابعة موجودين بالميتينج أو بالجروب، حيقول لكم انه احسن طريقه كنا نسويها نروح بنفسنا ناخذ هيستوري ونشوف شخص، اي شخص كان دكتور زميل واحد اكبر من عندنا، نلقي عليه الهيستوري، اكيد هو ضمن الفيلد الطبي، ويطلع لنا الاخطاء اللي عندنا اوكي. هم انا دا اطور نفسي، دا اطور الالقاء مالتي، وهم دا مثل الامتحان دا اختبر روحي، واحد دا يتشيكني دا يشوف شنو الاخطاء اللي عندي. المهم أنا هسه أخذت هستري وعرفنا الخطوات اللي نسويها قبل الهستري، هاي خلاص يعني هاي صرت أني مضبط؟ أكيد لا. أشكر البيشنت سواء قدامك الدكتور ولا مو قدامك الدكتور، هذا إنسان قدامك وراح ترجع عليه بعدين يجوز ورا أسبوع، هم راح تجي تأخذ هستري راح تلقاه موجود بعدها بنفس الردها. يعني خلي سمعتك طيبة بين المرضى بين الستاف الطبي، كلها مفيدة لك. المهم أهم طريقة أريدكم تمشون عليها أنه أنت بعد ما أخذت الهستري قدامك التشيك ليست اللي هي هاي، وأنت واقف بالرتها قدام المريض وظليت ساعة كاملة قدام المريض أو نص ساعة أو احتمال حتى أقل، يطور روحه يخلص الهستري احتمال بعشر دقائق تدرون له لا. المهم لا تكتب على كيفك وما أعرف إيش، ترى البيشنت حيمل، البيشنت قاعد قدامك، ولا تسأل كل الأسئلة دائما. هذا شو وقت راح تعرف هالشيء لعد أحمد ترى دوختنا بالممارسة شباب راح تعرف هذا البيشت ما دام هو جاي كارديوفاسكولر، اركز على امور تخص الكارديوفاسكولر بالبريزنت اولنس، ما اضوج باقي السيستمات، امور مره سريعه عليهم، جزء اخذ بس هذني اللي هي المهمه ريسبيراتوري جي اي تي يورينري كارديوفاسكولر، والبقيه مره حيل سريعه، كل واحده دقيقه، كل واحده دقيقه على السريع، وهذني اخلصهم على السريع تمام. طبعا اكيد هذني مهمات مو مثل السيستم ريفيو تمام. ف اسال اعرف شباب اذا انتم تجدوني اكمل لو لا، يعني اشرح لكم على السريع على هاي شرح سريع بس حتى نقول لكم بها، يمكن خمس دقائق نخلصها، خمس دقائق هي. احد يفتح المايك او يدز رساله. بالنسبه للبيرسونال هيستوري دكتور ماهر سالني عن الانكم، قال ليش عجب ما اسالت عنه، بصراحه انا ولا مره سالت المريض عن هالشيء، فنضيف الهيستوري المرات الجاية ونغلس. إيه أكيد، هو أنا نسيت أضيف لكم إياه العام، فدا أعطيكم خبر أنه ترى الإنكم من ضمن السوشيال هيستوري. إن شاء الله أعدل على المحاضرة وأعدل على التشيك ليست وأدزل لكم إياها عادي. زين شباب خلاصة أنه أنا بعد ما أخذت الهيستوري قلت لكم لازم نكتب سريع حتى لا يمل البيشنت، ولازم أعرف شنو الأسئلة اللي أسألها وشنو الأسئلة اللي أمر عليها بسرعة، يعني مو تغليسة تغليسة هيك على السريع. وراها اروح اطلع برا ردها، اقعد على كرسي او اروح للكليه، الكليه حتصير قريبه اكيد على المستشفى، تقعد ترتب الهيستوري مالتك من جديد، تكتبه بخط مرتب، ترتب الهيستوري اوف بريزنت اولنس، لانه انت قدام المريض راح تسوي مجرد رؤوس نقاط، هاي السوكراتيز والتفاصيل الثانيه حتسويها بس رؤوس نقاط، من ترجع تقعد المكان ترتبه كقصه سرد، تسرده سرد انت على فهمك، ماكو شيء ماكو في الطريقه معينه، وتخلص وراها روح القي الهيستوري لصديقك، روح القي لاي شخص، حتى اذا ما لقيت احد ما يخالف دزولي الهيستوري بالجروب او على الخاص عادي ماكو مشكله، وانا اشيك لكم الهيستوري مالتكم اذا بي خطا اذا ناسين شيء، هالطريقه حيل حتفيدكم. متفقين؟ اذا بس تاخذ هيستوري وتروح للبيت بدون ما تسوي شيء انت لحالك اخذت كل شيء، ما طورت لنفسك. وركزوا على شغله مهمه ذكرتها ثلاث مرات بالمحاضره وحرجع هسه اذكرها المره الرابعه، علاقتك ويا البيشنت، اكسب البيشنت قبل لا تبلش هيستري وياه، اكسب البيشنت قبل لا تبلش اكزامينيشن وياه، اكسب البيشنت باي
موقف يصير لك وياه دائما راح يسهل عليك امر والله بالامتحان بالدوام حتى بعدين. فيعني هاي نصيحة أنا أتمنى تمشون عليها. زين هسه عندكم أي سؤال؟ ولو أنتم قلتوا إيه كمل على التشيك ليست، بس هاد أشوف عندكم أي سؤال. ماكو أي سؤال؟ معقولة؟ أوكي منار تفضلي. أول شيء عشت إيدك أحمد، بس عندي سؤال. يعني مرات المرضى يقولون شغلات حال غريبة، يعني واحد حتى ما يقدر يقولها للدكتور. يعني مثلا أكو مرة واحدة قالت لي أنه أنا من أشوف أحد يمشي أتعب. يعني شنو مثلا أقولها؟ شنو الأشياء اللي تعبك أو يعني تزيد عليك الألم؟ تقولي من أشوف أحد يركض أنا أتعب. أفه ترى يعني هو من ضمن السايكاتري، بس احنا مو اكو سايكاتري، مو عندنا بس هي كان نفسية. عندها هارت فيلر، بس هي كان عندها هارت فيلر يعني. فهذه هاي نقول مثلا انه اجريجيتيف فاكتور وخلاص. لو اي اقول خلاص، ستيك وذ بيشنت وورد. ما دام هي قالت اني اتعب من اشوف احد يركض، خلاص اكتبه هاي اقولها للدكتور، ما يعني اي خاف يقومون يضحكون. لا 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 ما يضحكون، لا لا بالعكس. اني ليش احنا مو عندنا سيستم سايكاتري؟ اي خلاص من ضمنها انه هي دا تخلي نفسها بمكان اللي دا يركض، دا تتخيل روحها دا تركض مثله فدا تتعب. مثل ما واحد ياكل اكله مو طيبه قدامي انا جوز تلعب نفسي، فنفس الشيء. زين اكو وحدة هم قالت لي انه هي ما تقدر تمشي، طلع العصب ما رجلها قصران. يعني شنو تقصد بهاي السالفة اذا تعرف؟ والله ما لا اصدق ويرد. اي والله ايه فيعني حاول احنا نحكي الموقف للدكتور دائما، لان الدكتور هو ادرى راح يقول لك شو تسوي وقتها. هو انت لازم تسوي نفسك تحت موقف يلا تتعلم. يعني ماكو فد محاضره، حتى هاي المحاضره ما حتجهزك انه تروح خلاص تاخذ هيستوري 100%، ولا حتى هذا الكورس حيعلمك شلون تاخذ اكزامينيشن 100%. انت لازم تخلي نفسك الموقف، مو تقضي السنه ما تسوي اي شيء لحد ما يجي الامتحان. يعني هي هنا المشكله. لا هو ده نحاول، بس يعني هاي ظلت ببالي انه قبل كم يوم شفتها وقالت لي ما تقدر تمشي، اي صراحة الدكتور قال بيعجبني، العقل بس. اول مرة اسمعها والله. يعني هو هم واحد بعد قاعد تسمعون ايش ذلك قال ولوان؟ يعني بالنسائية مرة واحدة قالت لي والله ابني بعده طايف. يعني شنو طايف؟ عاد وين ها ابنها ما نازل بعده؟ يعني انا فكرت بميت شغلة، وشغلة طايف شنو غرقان او شنو، يعني واي شغلات تجي بالضبط. هستري الجراحة يعني بالضبط شنو أسألهم؟ شوفوا يعني هستري الجراحة حالة حال هذا الهستري بالضبط، حرفيا نفس الشيء نفس الشيء. فأنا شنو حسوي لكم؟ الحالات المهمة اللي دائما تتكرر بروتات الجراحة هاي كمرحلة رابعة راح أسوي لكم فيديو عليها. يعني أنتوا كمرحلة ثالثة ترى بس باطنية، بس حتاخذون باطنية. ولعلمكم ترى كمرحلة ثالثة مو دائما الكيسات تكون مناسبة لكم، دائما ركزوا على الكيسات اللي تكون كارديو respiratory GIT urinary. اي كيس ثاني لا تمرون عليه راح يكون صعب عليكم. يعني مو تروحون على كيس سيستميك دي كي اي وغيره جماعه يعني هذول رايح مالتي فيلير، الكدني ما انت رايح، الليفر ما انت رايح، تيجي تاخذ من عنده هستري يدوخك. فبلشوا بشغلات سهله. ها انت اوكي اي اوكي اسوي لكم فيديو. تمام اسوي لكم فيديو اشرح لكم الجراحه. يعني بس هي ترى شلون نقول 80% إلى 85% هو نفس الهستري مال الباطنية، بس شغلات بسيطة تختلف بسيطة. أما هستري النسائية لا والله هواية شغلات تختلف. زين مراجعة سريعة شباب، فيش بس حتى نرتب ذاكرتنا. فقلنا خلينا نمسح هاي الشخابيط. ثواني والله أدري الميتينج طول، بس يعني ما يخالف تقدرون كل نص ساعة تاخذون ريست من الفيديو وتقروا حيفيدكم كلش حتى للفاينل. قلنا ال patient information name age address، قلنا بتفاصيلها عرفنا ليش، قلنا ذنيا مو شرط نسألها دائما mode of arrival mode of referral إلا إذا كانت ذات أهمية. أهم شيء date of admission التاريخ والوقت يا ساعة. أوكي هاي PM على أساس. زين chief complaint نكتبه باسم مثل ما يقول ال patient، ما نستخدم مصطلحات، والفترة مالتش قد طول. اكو ملاحظات عليها بعدين احكي لكم عليها ان شاء الله فويزات بالجروب تستفادوا من عندها.
history of present illness، قلنا التفاصيل من أول ما بلشت الحالة، أول ما بلشت الحالة إلى حد هاللحظة. أما chief complaint هو من أول ما بلش السبب اللي خلاه يجي للمستشفى إلى حد دخوله للمستشفى. يعني ما chief complaint ما له أي علاقة بالأشياء اللي تصير له بعدين وهو قاعد بردها أو لما دخل المستشفى. أهم شيء السبب الرئيسي اللي خلاه يروح المستشفى، لا تخبطون. تمام؟ سيستم ريفيو قلنا نمر عليه بسرعة، هيك شيء. وإذا أكو تفاصيل نحكيها هنا، هيك شيء نحكي هنا. ما عنده فيفر، خلاص هيك نسوي إكس ونعبر. قلنا دائما لا نحكي الاختصارات، ما يحبوها الدكاترة، لا تقول سي في إس، لا كارديو فاسكولار. هيك شيء بهالطريقة. Regarding respiratory system، there is no chest pain، there is no dyspnea، there is no wheezing، there is cough، protective cough، كذا 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 كذا. هيك شيء. أوكي. ونعبر. عرفنا معناها ذني أغلبهم. ميديكال هيستوري قلنا أهم شيء الأمراض المزمنة، الديت مالتها، شو وقت تبلشت، هل هي controlled or not، وشنو بعد. هاي زين. هاي قلنا كنسلوها seeing other doctors. الدرجات بهالطريقة فهمتكم عليها. surgical history family social كلها سهلة ما بيشي. قلت لكم ضيفوا الincome، ممكن ايش نكتب، وهذا اني الغوها ما لكم علاقه بها، هاي مهمه. هي صدق هي موجوده من ضمن الهستري بس مو ذيك الاهميه صراحه. والبقيه وضحنا. هسه عندكم اي سؤال قبل لا انهي الميتنج؟ يعني خلص انهي. للعلم السيمبتومز اللي اذا تشوفوها بالسيستم ريفيو او اللي تمر عليكم سواء تشيف كومبين او بريزنت اونس كلها بيها تفاصيل. يعني الفوميتنج بيه تفاصيل، كميته، لونه، بروجكتايل نو لا، يعني هاي التفاصيل هاي لازم تخلوها ببالكم. فاذا شفتكم مضبطي اعود اسالكم محاضره نرجع عليها. سيمبتوم نعرف شنو الاسئله تنسال عليه. حتنزل لكم مصدر على الجروب اسمه اورينتد. هذا المصدر الحلو بيه انه ما اخذ لك كل سيمبتوم من كل سيستم والاسئله اللي عليه. حاط لك صفحه كامله عن الفوميتنج، شنو الاسئله عن الفوميتنج، وحاط لك مثال على بيشنت جاي التشيف كومبلين مالته فوميتنج. اوكي، فيفيدكم حيل هذا المصدر، يعني هيك بس تطلعوا عليه. اوكي، هيستوري ترى هو مو حفظ، هو ممارسه وفهم بس. تصبحون على خير ان شاء الله. يعني فهمتوا حتى لو 50% حكون كلش فرحان، ونشوفكم بالسيشنات الجاية. احتمال ورا يومين أصلا، يعني إذا كمل صراحة بسرعة. تمام، فمع السلامة إن شاء الله.